اللي جابك هنا؟ شيل العربيه دي من هنا بسرعه، هتكشفينا بسرعه، مفيش وقت. عنتر، انت فين يا عنتر؟ هنا. هنا فين؟ تحت. انت مش هتبطل الخوف اللي فيك ده؟ يا فندم خوف ايه بس؟ حرام عليك، ده انا مصور صحفي مش فدائي، تجيني رصاصه كده ولا كده يبقى كويس. امال مين اللي هيصور القبض على العصابه؟ هتجنني؟ يا لهوي. انزل. يلا بسرعه. يا لهوي يا لهوي. ممكن افهم ايه اللي بيحصل هنا ده؟ زي ما حضرتك شايف، صحفيه ومصور. وتبوظوا الخطه؟ احنا ما بوظناش حاجه، وافتكر لسه العصابه ما جاتش. ولما جه لكم رصاصه طايشه كده ولا كده؟ تبقى اصابه عمل. ايه الاخبار عندك؟ ما تتحركوش من هنا، العصابه دي مسلحه. كل واحد في مكانه بسرعه. ايه اللي جابكوا هنا تاني بس؟ شوف شغلك يا عم. حرص الشنط دي يا محمد. حاضر يا محمد. جرى لك حاجة؟ لا لا الحمد لله بسيطة. صور. خدهم على العربية يلا. حاضر يا فندم. امشي. الله، صور هايلة يا عنتر. هايلة فعلا. مالك؟ أنت عيان؟ هو يعني يا فندم بعد ضرب النار والموت اللي أنا شفته عايز أنا أبقى صاغ سليم؟ اشمعنى أنا؟ انا يا فندم اشتغلت مع صحفيين كتير وقليل وخصوصا في قسم الحوادث، عمري ما شفت حد زي حضرتك. كل صحفيين يا فندم بيروح يجيبوا الاخبار من الاقسام من المحاكم الى حضرتك. بسم الله ما شاء الله، لازم تروحي تجيبيها من وسط ضرب النار. انت بتخاف من ضرب النار يا عنتر؟ انا يا فندم لا، انا كنت زمان يا فندم كنت اول ما اسمع صوت شكمان عربيه مش رصاص كان بيغمى عليا، انما دلوقتي بقع من طولي على طول من غير ما يغمى عليا، والبركه في حضرتك طبعا. عنتر الصحفي الناجح هو اللي بيجيب اخباره من قلب الاحداث مهما كان الخطر اللي بيتعرض له. ايوه يا فندم، بس هو الحكايه ان عنتر تحب اعفيك من الشغل معايا وترجع تاني صفحه المجتمع؟ صفحه المجتمع؟ يا عيني على صفحة المجتمع. ايش حفلات وايش عزومات وايش سهرات؟ وصور العروسة دي يا عنتر حضر يا فندم، صور الموديل ده يا عنتر حضر يا فندم. عنتر تحب ترجع صفحة المجتمع تاني؟ هو حضرتك هترجعي معايا صفحة المجتمع؟ لا طبعا، انا عمري ما هسيب صفحة الحوادث. وانا مش هسيب صفحة الحوادث لحد ما اموت. بتقول ايه؟ بقول يا فندم يعني الحق اروح انا لحسن، اتاخرت شوية. طب استنى 10 دقايق اوصل الصور والتحقيق لرئيس التحرير واوصلك. وانا كروديا يعني ولا عبيط ولا يا فندم؟ انا حرمت انك توصليني مره تانية. ليه في ايه؟ لا ابدا يا فندم، بنبقى ماشيين كويس وفي امان الله، بس الحادثه تطلع لنا من تحت طقطيق الارض. وصور يا عنتر وروح وش الفجر يا عنتر واستخبى من ضرب النار يا عنتر. انا يا فندم حرمت انك حضرتك توصليني مره تانية. شكرا يا فندم. اي حركه خلاص مليان كده.
مالي جامده بس وصحفيه غصب عنك. اولا انا عايز اسال سؤال بقى، انت ازاي عرفتي ان انا في مهمه وازاي عرفتي مكانها كمان؟ انا كنت مروحه وكان معايا وانتر بالصدفه، قلت اعدي عليك اخدك. وطبعا سالت عليا قالوا لك ان انا في مهمه. وبلبغتي الصحفيه بقى قدرت اعرف انت مهمتك ايه وفين. وطبعا كعادتك ما قدرتيش تفوتي اللحظه دي من ايدك. وانت لما بتلاقي حرامي بيسرق وانت في اجازه تسيبه؟ لا طبعا. خلاص او الصحفي زي رجل الشرطه شعاره كان مستعد في اي لحظه. اتفضل ومتعشى بس من غير لغ قوم. الو. ايوه يا فندم. الحقيقه يا فندم رؤوف بيه مشغول جدا وطلب عدم ازعاجه باي مكالمات. حاضر يا فندم، اول ما يفضى هديله خبر. مع السلامه. الو. مساء النور يا فندم. الحقيقه يا فندم رؤوف بيه مشغول الاسبوع ده كله، يبقى الاسبوع الجاي ان شاء الله الساعة 5 رؤوف بيه هيدي حضرتك 10 دقايق. مع السلامة. ماجي. افندم يا رؤوف. ابعتي تريكس لروما اساليهم البضاعة هتوصل امتى. حاضر يا فندم. اهلا نانا هاني. ازيك يا ماجي؟ الله يسلمك، بقالك كتير حضرتك ما شرفتيناش في المكتب. معلش اصلي مشغوله شويه. رؤوف جوه؟ ايوه يا فندم. مشغول؟ حتى لو كان مشغول اتفضلي. يا صباح الفل والياسمين، يا صباح القرنفل. ايه المفاجأة الحلوة دي يا حبيبتي؟ اهلا بيكي. ايه ده؟ ايه الشياكة دي كلها؟ معقول؟ ميرسي يا رؤوف بيه. رؤوف بيه؟ في واحدة تقول لجوزها اللي بيحبها رؤوف بيه؟ لا لا لا، انت اكيد زعلانة يا نانا. وهزعل ليه؟ تلات ايام ما بشوفكش، تيجي بالليل متأخر وانا نايمة، وتنزل الصبح بدري برضو وانا نايمة. يا حبيبتي انا ما بحبش ازعجك، عشان عارف انك ما بتحبيش تصحي بدري. بعدين انت عارفه انا مشغول قد ايه اليومين دول. يعني الشغل اهم مني؟ لا يا ابدا، انا ليا حد غيرك. في طلب طلبتيه ورفضته لك وقلت لك لا. مجوهرات، عربيه، فساتين من باريس، سفر لاوروبا، كل ده. يا رؤوف انا عاوزاك انت، عاوز احس ان احنا عايشين مع بعض. حبيبتي انا بعمل ده كله لمين؟ مش لينا؟ لينا؟ لينا ولابننا اللي هيجي في يوم من الايام، ابننا اللي بحلم بيه ليل ونهار. نانا انتي مش عايزه يكون لينا ابن؟ عاوزه طبعا يا رؤوف، بس مش دلوقتي، انا لسه صغيره على الخلفه. رؤوف ارجوك حس بيا، انا عايشه في فراغ وملل فظيع، وانت شغلك واخدك مني. ما يا حبيبتي لما هتخلفي الولد ده هيشغلك ويشغلنا كلنا. ولد ايه بس يا رؤوف؟ رؤوف ارجوك فكر شوية، اديني عشر الاهتمام اللي انت بتديه لشغلك ده. انا مراتك، مراتك اللي بتحبك. انا اسف، افتكرت ال في ايه يا ماجي؟ ده الاعلان اللي بعتناه امبارح الجورنال، نزل النهارده. في حاجة نانا؟ دي ريهام صاحبتي. ريهام صاحبتك
ريهام سلامي الصحفية تبقى صاحبتك؟ أيوة، كانت معايا في مدرسة الثانوية الثانوية. تصور ما فيش فيها حاجة اتغيرت، طول عمرها كان نفسها تبقى صحفية ومشهورة. أيوة يا عم عطية، ما بعتش تحقيق بعد ما اتجمع ليه؟ طب ما تأخرش، يلا مع السلامة. الظاهر انها حققت اللي كانت بتحلم بيه. ما تتصورش انا فرحانه قد ايه اني شفت صورتها في الجورنال، لانها فكرتني بايام الدراسه. طب ما تروحي تشوفيها على الحقيقه احسن. يعني ايه؟ يعني تزوريها وتوطدي علاقتك بيها عشان ما تقوليش انك زعلانه وحاسه بالملل. انا شخصيا لو ليا صديق صحفي زي ريهام ما كنت سبته ابدا ومسكت فيه بداية واسناني. انا مش فاهمه انت قصدك ايه. قصدي حبيبتي انك تزوريها اهي، هتشغل وقتك وتعرفك على ناس كتير، ويبقى اخبارك كل يوم في الجورنان واخبار مشاريع جوزك. قلتلي. وماله حبيبتي، ما هي الدنيا كلها مصالح، امال هم عملوا الاصحاب ليه؟ مدام ريهام موجودة لو سمحت. اتفضلي يا فندم. نانا مشروب. ازيك يا ريهام؟ مفيش فيكي حاجة اتغيرت خالص. بس انتي اتغيرتي خالص وحلويتي قوي. ما كل الناس بتتغير، هو حد بيفضل على حاله. معاكي حق، اتفضلي. معقولة يا نانا 10 سنين ما شوفكيش؟ بس أنا بقى متتبعة أخبارك وأخبار تحقيقاتك الهايلة، والنهاردة أول ما شفت صورتك في الجورنال قلت لازم أكون أول واحدة تيجي وتباركلك. مرسي قوي يا نانا، حقيقي انتي وحشاني. بس أنا النهاردة مش هسيبك، أولا لازم نروح نتغدى مع بعض، وبعدين ايه؟ مرتبطه بمواعيد؟ بيني وبينك اسامه عازمني على الغدا. اسامه مين؟ جوزي. هو انت اتجوزتي؟ الرائد اسامه حسين، ضابط بوليس. وبقالكم كام سنه متجوزين؟ اي اهلا اهلا يا اسامه، اتاخرت ليه؟ ايه؟ ماموريه ايه وفين؟ انت مش عازمني على الغدا؟ طيب خلاص حاضر، لا مش زعلان، الظاهر اننا هنتغدى سوا. اتقابلنا في اسم البوليس، ومن اول ما شفنا بعض ما استلطفناش بعض خالص. وهاتك يا خناق، هو يقول الصحفيه دي بتتدخل في شغلي ومش عايزها هنا، وانا اقول ضابط البوليس ده دمه تقيل ومش عاوز يتعاون مع الصحافه. وهاتك يا خناق على طول كده. وبعدين ولا قابلين اتجوزنا. وانت يا نانا اتجوزتي مين؟ رؤوف حمدي. رؤوف حمدي رجل الاعمال المشهور؟ ايوه، 3 سنين وهو بيطاردني ويقول لي بحبك، في الاخر اتجوزته. ما تتصوريش يا ريهام السعاده اللي انا عايشه فيها قد ايه، فيلا وعربيه وفساتين ومجوهرات، وكل شهر بسافر اوروبا، واي حاجه عاوزاها باشاره واحده مني يقول لي شبيكي لبيكي. على العموم انت بنت حلال وتستاهلي. بتشوفي حد من شله المدرسه؟ ابدا، ولا اعرف عنهم حاجه. وانت؟ هي عايده بس اللي انا بشوفها. صباح اتجوزت وسافرت مع جوزها الكويت، ووفاء بتشتغل مدرسة ألعاب واتجوزت مفتش تموين. وعايدة أخبارها إيه؟ زي ما هي، ما اتغيرتش. اتجوزت؟ آه طبعا. إن ما قصرت عظمكم. طيب طيب يا أولاد برهان، طيب يلا يا إخوان شوفي، يلا من تحت السرير. الله يا هدومي اللي اتبهدلت. اطلع انت وهي كده. تعمل فيا كده؟ تعمل فيا كده؟ وانا قلت تنزلي ورايا تحت السرير؟ اما ربيتكم من اول وجديد ما بقاش انا. انا ما اعرفش حاجه. ايه بنت المجنونه انت بتزعقي كده ليه؟ طوره من وشي، طوره من وشي. طيب هو انا طياره يا اخواتي؟ طيب برهان، ايه اللي عمل فيك كده؟ اتوبيس خبطك، ترولي، طيارة، عربية، امال ايه اللي عمل فيك كده؟ رجعت ان عنا ادادانا. مارادونا مين؟ رجعت ان عنا ادادانا. أدادو ده مين؟ رجالة المعلم أبو دومة.
افتكرتهم. مش دول اللي الاسبوع اللي فات كانوا بيدوك مقدم اتعاب قضيه؟ اصل القاضي حكم بالاعدام. ما يحكم وانت مالك يا حبيبي؟ انا اللي طلبت القاضي يحكم بالاعدام. اي انت تطلب للراجل اللي بتدافع عنه اعدام؟ عايده ترقوة تعبانه خالص. انا حقيقة كنت رايح المحكمة ومحضر دفاع عظيم عن المتهم أبو دومة. كويس. اللي متهم في قضية جلب 10 أطنان من السموم. أول ما دخلت المحكمة ولقيت واقف قدامي في القفص ما قدرتش. لقيت نفسي بصرخ وبقول بأعلى صوتي إنني كمواطن شريف وإنسان له ضمير أرفض أن أكون محامياً لهذا الفعل. وإذا كانت النيابة قد طالبت بالمؤبد فإنني بلا فخر أطالب بالإعدام، ولا أرى أي مبرر لتخفيف العقوبة. كل اللي في المحكمة بقى كلهم بقى راحوا مسقفين وعاملين زيطة المحامي وحولوا أوراقه بقى للمفتي. الحمد لله يا مصيبتي. حد يعمل كده؟ وبعدين الحمد لله بقى خلاص روحوا ومشينا كلنا بقى. ما أنا فهمت دي روحوا، فهمتها دي يا برهان، ومشوا وانت وبعدين أنا أنا لقيت بقى رجالة المعالم أبو دومة كلهم بقى الحياة شكروا، كانوا منتظرين عشان في بقية أتعاب. كويس ودفعها لك؟ اللي يدفع بإيده واللي يدفع برجله واللي بدماغه، بس الحمد لله ما سبتش مليم. ده حتى في واحد كان ليا شلوت عنده رحت خدته ورجعت. بصراحة تستاهل. حد يعمل عمتك المهببة دي يا راجل؟ أيوة يا ست هانم، أي محامي بيحترم مهنته وبيحترم ضميره وبيحترم كرامته يعمل اللي أنا عملته. هي المحاماة إيه يا عيد؟ المحاماة إيه؟ المحاماة ضمير، شرف، كرامة. وأنا شخصيا لا أقبل أن أخون شرفي أو كرامتي أو ضميري ولو بكنوز الدنيا. لا ده أنت مش دريان بقى. لا ده أنت سرقك السكينة. ما انتش حاسس بالديون اللي علينا؟ ديون فوق وكلمني. ما تتكلم عن نفسك يا اختي، مين السبب في الديون؟ مش انت يا عايدة؟ انا؟ ايوة، اللي قلت الوظيفة الحكومية مقيدان. استقالت يا اختي، رحت اشتغلت لمصممة ازياء في دار. يا عيني على الدار واللي جرى للدار. هي شهر واحد وحولوها دار للاحداث. من اول فستان عملتيه قلت ده ما ينفعش غير للاحداث وقفلوها. رحت اشتغلت مصممة مرايل. مرايل يا ولية مالك ومال مرايل الأطفال؟ اللي عمرنا ما حطينا العيل مريالة مرايل قفلوها والنظر يعني مقبوض عليه. وانا مالي؟ وانا بعمل كل ده عشان مين؟ مش عشانك انت وعيالك. اخلصي اخلصي. انت حد مصلاتك عليا؟ بس بوليس؟ زبون. بوليس خفيني. زبون يا برهان. زبون مين هيجينا دلوقتي غير زبون؟ تلاقي واحد قتل له واحد ولا اتنين. ما عايزك تجيب له براءه. هات له براءه مش اعدام يا برهان. يلا يلا على مكتبك، على مكتبك اقعد وتقنعر كده يا خالص وتطلب 1000 جنيه. اقل من 1000 جنيه لا، عشان الاصلاحات اللي في وشك دي وعشان الديون اللي علينا. يلا حبيبي يلا 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 ولا ست. يلا ولا يلا انت واختك جوه على اوضتكم، مش عايز اسمع صوتكم. يلا واخد الكرسي ليه؟ واخد الكرسي ليه؟ خد الكرسي، خد الكرسي. على بالك يا حبيبي، على بالك. طيب طيب برهان، ان الزبون سألك على في وشك اوعى تقول على اللي عملته. قول ان عربيتنا المرسيدس الجديده عملت بيها حادثه. عندنا مطيتس. مطيتس ايه؟ امسك التليفون واعزنك بتكلم حد مهم ولا زبون. عندناش تليفون. امال ده بيعمل ايه؟ ايوه ايوه يا ساتر يا ساتر ياس. لا 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 حبيبي، الدولار يطلع ينزل دي ما تاثرش انا في اتعابي.
لا 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 لا، لو عايز يدفع بالين الياباني يدفع. محسوبك المعلم خيشة. نعم؟ محسوبك المعلم خيشة. خيشة؟ اي. اهلا وسهلا، وساعتك بتمسح فين؟ حلوة منك دي يا استاذ. شوف بقى، صلي بينا على اللي هيشفع فيك. عليه الصلاة والسلام. كلهم بيقولوا لي يا باشا. لا مؤاخذة، في الحتة كلهم بيقولوا لي يا باشا. أصلنا ولا مؤاخذة، عندي 50 راس. 50 عيل؟ حمار. حمار. 50 حمار بعربياتهم اتكروا وبأجرهم. مفروشين؟ حلوة دي منك يا أستاذ. لا حلوة، أصل الحكاية بقى إيه؟ أنا بقى بأجر العربية بالحمار بتاعها. عندي 50 عربية في 50 جنيه كل شهر، وأكل الحمار على المستأجر. يعني 2050 جنيه في الشهر. الله بقى، أنت هتشتغل متر ولا قرار؟ أنت بتتكلم مين سعادتك؟ أنا هنا. والله ما أنا بكلمك هنا أهو. جرى إيه؟ أنا مش قصدي يا معلم. حيشة. خيشة المعلم خيشة. تصدق يا متر، الفلوس دي كلها ما بتكفينيش. اصل انا ولا مؤاخذة مبلي باربعة. لا لا، اتكلم براحتك. 4 عيال؟ نسوان. 4 نسوان، وكل واحدة بسم الله ما شاء الله جايبة دستة. 48 عيل. الواد حلاوة. مين حلاوة ده؟ ده واد من المستأجرين بتوع عربيات الكارو عدم المؤاخذة. أنا لميتهم الشارع وعملت معلم كارو على عربية من عربياتي، ومما زاد الطينة بلة إن أنا اديت له العربية والحمار. أنت معايا يا متر؟ أنا معاك طبعا. يقوم الواد الله يجازيه ياخد الحمار يبيعه ويبيع العربية خشب خردة. معايا يا حلاوة؟ معاك يا غباوة. انا بقى ما بيهمنيش. ما بيهمنيش، انما هي بقى اللي قومت الدنيا عليا. هي مين؟ مراتي. مين؟ عايدة، مراتي الرابعة. اصل الحمار والعربية بتوعها هي، قالت لي لازم ترفع قضية. الله يا ستي يهديكي خير، مفيش فايدة. أصل أنا ولا مؤاخذة مقسم الحمير والعربيات عليهم بالتساوي. هي بقى جه من نصيبها العربية والحمار دول، يعني باسمها يعني. أصلها بقى ولا مؤاخذة يعني هي بقى الصغيرة والرابعة والأخرانية والمدندشة والحلوة. ما أقدرش أقول ما أقدرش أقول لها لأ. طبعًا، وعاوزني أنا بقى دلوقتي أرفع قضية على حلاوة. مظبوط يا متر، مظبوط. بس ولا مؤاخذة يعني احنا في اخر الشهر والحكاية مزمزقة شوية. معلش، انا اول ما اقبض ايجار الحمير حجيلك وادفع لك مقدم الاتعاب. قلت ايه؟ قلت لا اله الا الله وصلي بينا على النبي. اللهم صل عليك يا نبي. وكمان زيد النبي صلاة. 1000 صلاة على الهادي. شوف بقى. ايه في ايه؟ شوف بقى. في ايه في ايه؟ انا مقامي محترم. في ايه يا متر؟ الله جرالك. الله 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 الله. ايه يا متر؟ جرالك ايه يا متر؟ في ايه؟ ما انت كنت كويس. خيشة. مش كده يا متر؟ خيشة. الله ده انا ما اني اتهزقت يا اخوانا. الله متر. الله 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 الله. ايه يا متر؟ مش كده يا متر؟ مش كده؟ هتعمل ايه؟ الله هيقفل. انت بس يا برهان بتطردوا ليه؟ انا على اخر الزمن اترافع عن عرباجي كرو سرقت عربيه مراته؟ حاجه تحول كده يا اسامه؟ كده تضيع مجهودي كله؟ مجهودك؟ ايوه، القضيه دي كانت شغلاني. رحت عامله تحرياتي حوالين الشركه، كنت هقابل رئيس مجلس الاداره، وكنت واثقه ان انا هقدر اثبت براءته. انا قلبي كان حاسس انك مش هتفوتي القضيه دي. معلش يا حبيبتي بقى، هارد لك اللي سبق كل النبأ بقى. دمك تقيل. مرسي جدا، شهاده اعتز بيها. رايحه فين؟ مروح. طب استني خديني معاك، انا خلصت. عايزه فستان. خير، الله ما اجعله خير. ايه
عايزه فستان. ايه فستان دي؟ ايه فستان فستان فستان؟ بطلي بقى العاده السيئه دي، كل شويه هات فستان هات فستان، يفوت سنتين ثلاثه وتقولي عايزه فستان. ما كفايه بقى، الا عيب عيب اختشي، عاده سيئه عيب. فستان ايه؟ ما عندك فساتين، ما تلبسي. كلهم قدام، انا عايزه فستان جديد اروح بيه عيد ميلاد نانا. يا زلمه ايه العيد ميلاد؟ ما تروح عيد ميلاد نانا، لازم تروح عيد ميلاد نانا فستان. ما عندك بدون فستان. انا وبعدين انا قدوه، انا ما انا قلت لك هاتي لي فستان، ما انا عندي بدله فتحت بوقي غيرتها من يوم ما اتجوزنا، قلبتها 20 مره وزي العسل البدله ماشيه. هات لي فستان هات لي فستان. مين ايام زمان الله يرحمك يا امي بفستان الفرح لحد ما ماتت وابويا ما فتحش بوقه لانه كان راجل وانا زي ابويا. انا بقول لك اهو ايه فستان. وبعدين انت مش بتفصلي فساتين؟ ما تفصلي لك فستان. فصلك يا برهان يهون عليك البس من تفصيلي؟ ما انت عارف تفصيلي شكله ايه. وانا عمرك شفت حلاق بيحلق لروحه بيروح لحلاق تاني يحلق له؟ ايه يا ولية انت عايزه تحلقي ولا عايزه فستان؟ عايزه فستان. مفيش فساتين. عايزه فستان عايزه فستان. حرام عليك كله مفيش. خلاص خلاص خلاص. بكام الفستان؟ ب50 جنيه بس. شفت بقى رخيص ازاي؟ شفت انا قلبي عليك ازاي؟ يا حبيبي اصل ريهام هتشوفني بيه، ريهام لازم تشوفني بحاجه شيك عشان تقوم تعرف ان جوزي محامي كبير، يعني مش عشاني انا بعمل عشان مصلحتك. يا سلام. ونانا، نانا لما تشوفني فستان شيك هقدر اقنعها تعمل معايا مشروع من مشاريع الكبيره، هي براس مالها وانا بمخي وافكاري. الزيطة دي تومين. ايه ده؟ هبة؟ يا نهار مش فايت ولادي، ايه اللي مهببينه في وشكوا ده؟ عاملين ايه؟ هنود؟ هاتش اعمل كده تاني. مش ده يا بابا، انا اقسم. انت ما تتكلمي الكلمه بصوت واطي عيب. انا بابا ايه؟ ايش لعب؟ العبي بصوت واطي عيب، في جيران في ناس نايمه، في بابا قاعد بيشتغل جوه. ها؟ عبي بصوت واطي وهادي كده. ها؟ وازاي نلعب من غير ما نصرخ؟ انا عندي اقتراح. ايه؟ نلعب الكورة. بس ماما قالت لنا ما نلعبش بالكورة في الشقة. هي يعني كانت هتشوفنا؟ انا احذفها لك وانت تحذفها لي. طب انا هكسر. زبون يا بابا، زبون يا بابا، زبون يا بابا، زبون 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 زبون. طب اعمل ايه؟ اجيب ايه بس؟ انا هتطلب منه اقل من 1000 جنيه. ايوه 1000 جنيه. ايه يعني 400؟ ما ينفعش. خشي يا بابا. خشي يلا. وضب نفسك بس، وضب نفسك. يلا اقعد اقعد. بس امسك التليفون. اه امسك التليفون. اتكلم بصوت عالي قوي قوي قوي. يلا شوش بقى اطلبوا له قهوه ولا حاجه. اتكلم اي حاجه. الو الو. مين؟ بتعملوا ايه هنا؟ ده بيت الهنود الحمر. ده بيت مين؟ فين الاستاذ برهان؟ انتوا مين؟ عمو جمعه. ايوه عمو جمعه. امال عمو سبت؟ ايوه يا حضرة المستشار. ايه ده؟ لا لا لا، قصدي قضيه مش اي حد يمسكها. لا 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 لا، وبعدين ما يهمكش اذا كان المجرم هنا ولا في لندن، هجيبه بس هجيبك البراءه. هو انتوا ركبتوا التليفون من امتى؟ ما اعرفش. اتفضل. اتفضل. ايه هو التليفون ده حقيقي ولا كده وكده؟ كده وكده. لا 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 لا، انا هروح عند اهلك بقى. ده ايه؟ وصلني. ايوه ايوه. اديني سياره النايم. ايه يا بنت، ما تسيبيني اتكلم. عمو جمعه. ايوه يا محتسب.
عمو جمعه. ها؟ عمو جمعه. عمو جمعه. ايوه عمو جمعه بيخلي يستنى دلوقتي واحنا ناقصين نعرف مين عمو جمعه. الو 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 الو. ايوه يا محتسب. ايوه مين؟ انا مش ممكن اقبل اقل من 50,000 جنيه في قضيه زي دي. 50,000؟ لا انا هديك ربع جنيه اللي معايا. بابا الزهر التليفون بيلقط يا ولاد. في ايه؟ الو الو بابا. مين بابا؟ انا محتسب. بابا تحتسب انت اللي دخلك في الخط. انا هديك ربع جنيه وشيل القضيه. كلم مش عايز حد. خلينا نرسم الراجل. الو يا محامي. عمو جمعه. جمعه البس النظاره بس. بس الو جمعه فين؟ الو اهو يا حبيبي. ازيك يا جمعه؟ ازيك يا مراد؟ الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. ازيك انت وصلت من بدري؟ من ساعه ال50,000 جنيه وقلت لك هديك ربع جنيه. ايه ده؟ ازيك يا سي جمعه؟ انت ركبت التليفون ده امتى؟ ما هو ده الوايرلس. الو الو. حط الفيشه في الكوبس. الو الو. ايه ده الحراره راحت. ازيك يا عمو؟ وحشني وحشني جدا. قهوه قهوه لعمكو جمعه. قهوه ايوه قهوه على الريحه. اصل يا سيدي لقيت وفاء مراتي بتقول لي انها رايحه لواحده صاحبتها وهتفوت على عايده فقلت اجي اتسلى معاك. تعالى نتسلى. الو 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 الو. احنا هنا ونجحنا اهو في المدرسه بارك لنا. الو ايوه يا جمعه. دفتره ده دي قله ذوق. تشتري لي هانم فستان ب 70 جنيه؟ ما انا هند كل ده ما عشان 70 جنيه. لا انا يا بنت الناس مش مديلك 50 جنيه جيبي بيهم فستان. ما لقيتش ابو 50 جبت ب 70. فيها يا برهان؟ قوم تاخد ال 20 جنيه اللي شايلينها للايجار يا عايده. تتدبر تتدبر يا حبيبي. تتدبر ازاي بس؟ ما كل مره تقولي تتدبر. لا بتتدبر ولا بتتنيل. اوه هنزل لي على 70 جنيه. تعالى شوفنا انا جوزها معيشها ازاي. فيلا وعربيه وسفر لاوروبا كل سنه. كانت فقرانه. فستان واحد كانت بتلبسه طول السنه. كل واحد ياخد نصيب. وانا خدتك. مش خدتك عشان تعذبني وتذلني. لا خدتك عشان تجيبني طلباتي. امال انت متجوزني ليه؟ نداله بصراحه متجوزني عليه؟ متجوزني ليه؟ متجوزني عشان انت متجوزني عشان تموتيني عشان تجيبي اجلي. وبعدين هو انا في حاجه في ايدي ما بعملهاش؟ اللي بقدر اعمله اعمله يا عايده. ما هو كله منك يا ست من تحت راسك. كل ما نحوش لنا قرشين تروح طالعه لي باختراع منيل بنيله ومشروع يجيب اجلنا واجل الناس بتوع المشروع. يا سلام بجد. ما انت لو مهنني ومستكني ما كنتش هتحرج ولا فكر في مشاريع ولا وجع دماغي. لكن انت مخليني دايما ابدا محتاجه. يا ايه مهنني دي؟ لا مهنهنك ومستتك. الله. وبعدين كفايه بقى. حرام عليك. كفايه. حرام عليك انت. حرام عليك انت بتعمل في نفسك كده ليه؟ طب انا بعمل كل ده عشان خاطرك انت. عشان خاطرك يا حبيبي انا جبت الفستان ده. عشان ايه؟ انا بطلت البس فساتين من يوم ما امي فطمتني. عسل. لما بتهزر بيبقى دمك زي الشربات. تصور يا حبيبي انا جبت الفستان ده خطه. خطه؟ ايوه خطه الغزو ومجتمع الناس اللي فوق. الناس الهاي. الناس دي اهم حاجه عندهم المظهر. عشان تخش وسطهم لازم تبقى شيك. انت ايه بعد كده؟ اصلك ايه؟ فصلك ايه؟ مش مهم عندهم. ازاي؟ تصدقني انا بعمل كل ده عشانك. عشانك انت وعشان خاطر مستقبلنا. خطه ايه اللي عايز تعمل ايه؟ صدقني انا رحت وفي دماغي حاجه واحده. هدف واحد. هدف ايه؟ هدف اني ابقى رجلة اعمال. ستة اعمال. ستة اعمال ب 70 جنيه؟ ايوه. نانا دي متجوزه رؤوف. رؤوف ده بيشتغل ايه؟ راجل اعمال كبير جدا. عندهم فلوس بالكوم. متريشين على الاخر. ففكرت في ايه؟ هما بفلوسهم وانا بمخي نعمل مشروع كبير يكسر الدنيا. لا عايده حرام عليك. حرام عليك تخربي بيت الناس. حرام ايه؟ انا بعمل كل ده عشانك. انا عايزك تصاحب الناس الكبار دول. الناس الكبار دول لما تصاحبهم وتخش وسطهم هيسندوا لك القضايا الكبيره بتاعتهم. وانت بذكائك وعبقريتك هتكسبها وتشتهر وتبقى محامي كبير ونحقق كل احلامنا. نفسي يا عايده. نفسي ابقى محامي كبير افوكاتو بحقه حقيقي والمكتب بيشغي زباين مجرمين من هنا ونصابين من هنا وحراميه من هنا وانا لايس مش عارف يا ناس. لا كفايه كفايه. ويكون عندي تحت ايدي بتاع 20 محامي تحت التمرين واربع سكرتيرات امارات.
ستات بقى، الستات اللي هم الستات بقى. يا سلام، ابص لدي تعمل لي كده، ابص لدي تعمل لي كده، ابص لدي شغلي بقى دلع. واللي عايز يحجز قضيه عندي مفيش، يجي النهارده تكون القضيه بعديها بسنه، ما عنديش وقت. يكون خد اعدام، ياخد اللي ياخده، اسمه حجز عندي. وانا نفسي في فيلا، فيلا زي بتاعت نانا، ويكون فيها حمام سباحه، ويبقى عندي خدامين كتير، طول ما انا واقفه اشخط فيهم وهزقهم وازعق لهم، ويبقى عندي عربيه. ايوه عايده. ايه اللي جايبك دلوقتي؟ يعني في ايه؟ جمعه يا عايده جمعه. ماله؟ قبضوا عليه. بركه. ليه؟ لا اقعدي. يا 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 برهان، يا برهان. ايوه تعالى شوف. اجي فين يا وليه؟ مش قاعد قدامي قضيه بدرسها؟ قضيه ايه وده وقته يا حبيبتي؟ القضيه بكره، والراجل محتمل ياخد اعدام. ما انت كل اللي تترافع عنهم بياخدوا اعدام، ما جاتش من ده يا برهان. تعالى وفاء بتعيط. لا لا لا، ده ان شاء الله هجيب له مؤبد. معلش يا حبيبي. وفاء مالها؟ بتعيط بتعيط بتعيط. ما يعيطوا في بيوتهم يعني، ما فيش غير بيننا، كل واحد يجينا بيتنا يعيط. كل ماشي. وفاء جمعه يا استاذ برهان جمعه. ايه ماله ضربك؟ ما تقلقيش، هجيب لك حقك، هجيب لك حقك. انا عارف الواد ده في يوم ما بقيت حاسس انه هيضربك. شكله يا وفاء يا بنتي، الطول والفرقه اللي فارقه من فوق دي، قلت انه هيضربك في يوم ما. معلش هجيب لك شهاده معتمده من دكتور انك لازم تقعدي في المستشفى 21 يوم وكل يوم حقنه، وهجيب لك حقك. يا استاذ برهان بقول لك جمعه جمعه. ايه ضربتي؟ اوعي، ده صديقي. ولد ملاك، ولد انسان. لا لا لا، انا عارفكم لما تغضبوا بتبقوا وحشين. لا لا لا، وهجيب له حقه. لقيتيه يا بنتي؟ ايوه يا بابا. امال هو فين؟ تعالى الحقنا. ما تقلقش يا عمي، انا بس كنت بسخن. بتسخن؟ قعدت ادرس الحاله القانونيه، الحاله الخاصه بجمعه، فالماده واضحه وصريحه. عشان تبقوا على علم، الماده 103 من قانون العقوبات بتقول كل موظف عمومي طلب لنفسه او لغيره او قبل او اخذ وعدا او عطيه لاداء عمل من اعمال وظيفته يعد مرتشيا ويعاقب بالاشغال الشاقه المؤبده. اشغال شاقه مقبده؟ مؤبده مؤبده. هو قبض كام؟ قصدي خد كام؟ جمعه ما خدش حاجه. المبلغ اللي مسكوه قد ايه؟ 20,000 جنيه. يعاقب غرامه لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على ما اعطى او وعد به. لا ان شاء الله باذن الله بدون مقاطعه اشغل شقه مؤبده وغرامه كمان. سيبوني انا اتصرف، ما تقلقوش. اتصرف ايه يا شاويش؟ ده برهان. السلام عليكم. جمعه. برهان الحقني، انت فين دلوقتي؟ جمعه حبيبي. برهان برهان جمعه. برهان شفت الملف يا برهان؟ ايه ده؟ ايه يا جدع انت؟ انت مين؟ انا برهان جاد المحامي صاحبي، وحاضر عن المتهم. لا متهم ايه صاحبي؟ انما حاضر عني. لا انا مش عايزه هو يدافع عني. خده عسكري. ايوه خدني عسكري. ياخده على فين يا فندم؟ ياخده على الحجز لغايه ما تعرض على وكيل النيابه. اوكي اتفضل. ايوه خده. بس انا احتاج. يبقى احتاج زي ما انت عايز قدام وكيل النيابه. جمعه واخدينك على فين يا جمعه؟ وفاء اجمد يا جمعه، شفت اللي حصل يا وفاء؟ مش ممكن، مستحيل. قول لهم انك بريء، قول لهم انك بريء يا جمعه. مش عارف هو ايه اللي حصل، مش عارف. بقول لك ايه، امان عليكي، امان عليكي، ما تخليش برهان يدافع عني ناخد اعدام. يلا عسكري. جمعه يا عايده، جمعه بريء. انت كمان هتعفرتني وتقولي بريء؟ طب اقطع دراعي المكان عنده حساب في بنوك سويسرا. انت لازم تاخد منه 50%. 50% ايه؟ من الرشوه اللي بيلهفها. انت بتقولي ايه يا عايده؟ بقول لك ايه؟ عارف لو ما خدتش منه 50% ايه اللي هيجرى لك يا برهان؟ خلاص خلاص حاضر، لما اقابله حابة اتفق معاه على 50 60، كل شيء هتفق معاه. خلاص عامل لي غلبان وسهتان، قلبه مش لاقي ايه، كله بيدور على شقه. ده تلاقي عنده فيلا في اسبانيا. جمعه. اهلا اهلا يا وفاء، ازيك يا برهان؟ ازيك انت حبيبي؟ جمعه حبيبي، انا صديقك، انا بصفتي محاميك بصراحه كده عايزك تعترف. تعترف؟ قصدي يعني عايزك تحكي لي كل اللي حصل، ما تنساش ان انا محاميك برضو. انا بريء بريء. كلكم بتقولوا كده في الاول،
كل مجرم بيقول الاول انا بريء انا بريء لحد ما تيجي في الاخر وبتقر وبتعترف. قصدي يعني يا جمعه يا حبيبي بصراحه عايزك تقول لي الحقيقه. حقيقه هي فين دي الحقيقه؟ اذا كان الباطل بقى هو الحقيقه، اذا كان الشر بيحبس الخير ويذله، انتوا ما تتصوروش مدى المهانه والعذاب اللي انا عايش فيها، ما تتصوروش العذاب اللي بحسه وانا عايش مع اصدقائي واحبابي المساجين. انتوا مش هتقدروا تحسوا باي حاجه من اللي بقولها، لا لانكم مش محبوسين زيي. ما تقولش كده يا جماعه، انا حاسه بعذابك والمك، حاسه بكل حاجه زي ما اكون مسجونه معاك بالظبط. انت بريء يا جمعه، بريء، ولازم تخرج من هنا والا هنفقد كل شيء، حتى ثقتنا بنفسنا وباللي حوالينا. يا جماعه امسحي دموعك يا وفاء. يا جماعه خلونا في المهم، ارجوك ارجوك يا جمعه حبيبي، انا عايزك بصراحه تحكي لي احداث الواقعه. هل انت صحيح طلبت من ريهام انك تصورها؟ انت قلت في محضر الشرطه ان المتهم كان بيفرض عليك اتوات شهريه. مظبوط يا فندم. ليه ما بلغتش النيابه؟ يا بيه انا راجل غلبان وعلى قد حالي، وكل التجار كانت بتعمل حساب لسي جمعه وبتخاف منه وبتدفعله، اشمعنى انا بقى اللي هبلغ عنه؟ لكن لما العمليه وسعت وخد البضاعه اللي عندي كلها وطلب مبلغ كبير قوي عشان يغير اقواله في المحضر، قلت ما بديهاش، لازم ابلغ البوليس. رايك ايه في الاقوال دي؟ كذاب يا فندم، كذاب بيحاول يبرئ نفسه من تهمه البيع بازيد من التسعيره، فبيلبسني قضيه رشوه. حضره المحامي. سياده وكيل النيابه، ان وقعه الرشوه بالذات ولانها جنايه خطيره فالقانون كان صريح ومحدد فيها. بيقول ايه؟ يا سلام. حبيبي انت يا وكل الجو، ليه كل مدى عمال تحلو يا ابو ضحكه رايقه؟ تحلو ايه؟ انا وكل الجو. استنى بس، انا اسف يا سعد، القانون هنا كان صريح ومحدد فيها بان حاله التلبس، حاله قصدي الرشوه، عند ان وقعه الرشوه لابد ان تتوافر فيها شروط التلبس، وفي وقعه المتهم جمعه ابو اليسر بالذات لا تتوافر هذه الشروط، بل بالعكس الراجل ما تسلمش اي حاجه في ايده، بالعكس بقى ما فيش اي اتفاق بينه وبين الراشي. استاذ برهان، اسره المتهم هي اللي قبضت مبلغ الرشوه من صبي المعلم. ولو يا فندم، مش جايز اخذت المبلغ ده على انه امانه هتسلمها للمتهم، خصوصا ده بدون حتى ما تعرف ايه اللي جوه اللفه، اللفه الفلوس كانت ملفوفه لفه كويسه ومحطوطه جوه الشنطه، يعني حتى ما يستدلش على ان فيها فلوس. محضر الشرطه وضبط الواقعه بتقول ان في شريط تسجيل، الشريط ده متسجل عليه الاتفاق بين صاب المعلم والمتهم. لا لا يا فندم معلش، انا اطعم بالتزوير، اطعم بالتزوير في حكايه الشريط ده. مش معقول يا فندم، لان التفتيش ده تم اولا بدون اذن النيابه، مش معقول النيابه تؤمر انها تقبض على انسان بناء على شريط مسجل قدمه المعلم شنواني، وخصوصا ان في عداء بينهم وبين المتهم. انني اطعم بالتزوير في هذا الشريط لانه شريط مشكوك فيه، والشك دايما يغير لصالح المتهم. والاتاوه الشهريه اللي كان بيفرضها المتهم على المعلم برضه ما فيش اي دليل يؤيد هذا، وتقدر ساعتك تقول ان الاتهام عمل كده يقصد به تشويه سمعه المتهم واثبات تهمه الرشوه عليه، وخصوصا ليس هناك اي دليل يؤيد. طب ايه رايك في دول؟ دي بلاغات من كل تجار السوق بيقولوا ان المتهم كان بيفرض عليهم اتاوات شهريه من سنين فاتت. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. كدابين يا ماما كدابين. كفايه بقى يا وفاء، ما تعمليش في نفسك كده. معقول مش حرام عليهم يدوله 15 يوم حبس؟ انا بقى سالت واتقص، ما دام جددوا الحبس تبقى التهمه لابساها 100%. يا ماما بس انا بقول لك دول كدابين كدابين. كلهم كدابين يا وفاء، 50 واحد مقدمين فيه بلاغات انه مرتشي وكدابين يا وفاء، كلهم متغاظين منه عشان هو انسان شريف. وانت ساذجه وطيبه يا حبيبتي، ما تنخدعيش بالمظاهر، ده اخطبوط وحش كاسر. انت نسيت انه كان جايب لك كلب عشان يعضني؟ قتل القتله، انا عارفاه مافيا، راجل ما عندوش لا ذمه ولا ضمير.
لو سمحت يا ماما ما تقوليش كده على جمعة. أيوة ما تقوليش كده على جمعة يا تحية، وما تنسيش بقى إن ابن أخويا ابن أخوك جاب لنا العار يا ابن ستوتة، حطرزنا في الطين، فضحنا. أنا اللي كنت طول عمري حاطة مناخيري في السماء، كسرها إله ربنا يكسر نفسه. حرام عليكي بقى، حرام عليكي. طبعا يا حبة عيني، سرقاكي السكينة، لكن معلش بكرة لما تعرف إنه مسجون عشان مرتشي وحرامي هتعرف إن كل كلامي كان على حق. حق؟ حق إيه يا تحية؟ أنا واثق ومتأكد إن جمعة عمره ما يمد إيده للحرام. واثق ومتأكد؟ طب اسكت، اسكت وانكتم خالص. حاضر، حسكت وانكتم خالص. فؤاد، فؤاد لو المخفي ده كل البلاغات طلعت بحق وحقيق وسكعوه في كل بلاغ إن شاء الله 25 سنة سجن، هيتسجن قد إيه؟ أنا بكلمك، رد عليا. حيرتيني، أنت مش قلتيني انكتم واسكت؟ هنكتم واسكت ومش هرد عليكي. لا بقى، هترد عليا وتتكلم كمان. يعني إيه؟ قوم هات لنا محامي. محامي؟ هي فرقة محامين؟ ما في الأستاذ برهان. أنا مش عايزة محامي يطلعه من السجن، أنا عايزة محامي عشان يطلق البنت منه. يعني إيه يا تحية؟ يعني زي ما بقول لك كده، أنت فاهم كلامي كويس قوي، مش ممكن هسمح أبدا إن بنتي تبقى متجوزة واحد رد سجون. جمعة بريء، بريء يا تحية. هتقول لي بريء تاني يا ابن ستوتة؟ لقيتها يا برهان، لقيتها. لا عايدة في عرضك، بلاش كلمة لقيتها دي، الكلمة دي بتجيب لي أرتكارية. أرتكارية إيه؟ طبعا، كل مرة بتقوليها بيحصل لنا مصيبة ومشكلة. قبل أي مشروع بتفكري فيه بتقولي لقيتها. فاكرة مشروع الأزياء؟ ولا مشروع المرايل؟ ولا المكنة اللي قصتها مش عارفين نسددها؟ تبتدي بلاقيتها ونقفل بخيبتها. طب لقيتها بجد المرة دي، إيه رأيك بقى؟ عايدة بليز، إن ما كانش عشان خاطري أنا، عشان خاطر عيالك المساكين. ما عشان خاطر عيالي، لقيتها. فعلا لقيتها. إيه رأيك في مشروع بوتيك؟ بوتيك؟ بوتيك عايدة في أرقى منطقة في البلد. بوتيك عايدة في كل اللي انت عايزاه يا سيدتي. بوتيك عايدة للأنسات، للكبار للصغار. زوروا بوتيك عايدة تجدوا ما يسركم. ولا عزاء للرجال بجد. ايه رأيك حبيبي؟ يا عايدة يا حبيبتي، يا زوجتي العظيمة، بلاش الأفكار دي عشان خاطري. ليه؟ أنا بعمل كل ده عشان مين؟ ما عشانك وعشاني وعشان مستقبل ولادنا حبيبي. ما أنا اللي صعبان عليا مستقبل ولادنا يا عايدة. طب بكرة تشوف، إذا كانوش يفخروا بينا يقولوا بابانا برهان المحامي الكبير ومامتنا عايدة النابلسي الست بتاعت الأعمال الفظيعة ما بقاش أنا. تعرف إن أنا هبقى أول محامي في الشرق يدخل السجن بسببك. أخص عليك، ليه كده يا برهان؟ انا هدخلك السجن، انت كده هو على طول دايما تحبطني. يا حبيبتي بوتيك، انت عارفه بوتيك يعني ايه؟ ده مشروع يتكلف بلاوي، واحنا عيلتنا حاجه غير الالف جنيه اللي ادها لنا رعوف بيه. الف جنيه ايه؟ لا دول خليهم لك، دول عشانك انت. انا هشارك نانا، انا بافكاري ومخي وهي بفلوسها. لا معلش عشان خاطر، عشان دي صاحبتك برضو، ليه تخربي بيتها؟ لا مش هي اللي هتدفع، جوزها اللي هيدفع. وهي ليه مش مريشة؟ نانا متريشة؟ نانا أبوها عبد الستار أفندي طلع المعاش درجة 7. ألا أمال اتجوزت رؤوف إزاي؟ سألتني السؤال اللي حجنن وأعرف إيه السر وراه. اتجوزت رؤوف إزاي؟ حموت وأعرف إيه السبب. أما أنت غريب قوي، وبين أنا السبب في الفلوس دي؟ أنت ناس إن اللي اداك الألف جنيه دي يبقى رؤوف جوز نانا صاحبتي؟ ومين المتهم؟ مش جوز وفاء برضو صاحبتي؟ يعني لولايا لا الراجل كانت حبس ولا كنت مسكت القضيه ولا شفت مليم. ايه ده؟ زبون. مش عايز زباين. زبون. مش عايزين، قفلنا، خليه يروح. مساء الخير يا عايز. اهلا اهلا يا ريهام، اهلا يا حبيبتي. اهلا وسهلا. اهلا اهلا. اتفضل. منوره. اهلا اهلا يا هدى، اخبارك ايه؟ معلش السفره مكركبه، العيال اشقياش اول ما حصلتش. ربنا يخلي. فؤاد والعيال بتقف في المليان. ايه ده ولا ده؟ ايه ده؟ نزل ايدك. قلت لك تنزلي ايدك، بلاش القهوه دي.
تعالوا تعالوا كده تعالوا كده. ذاكرتوا يا اولاد؟ ايوه يا بابا. هتنجحوا يا اولاد؟ ايوه يا بابا. طيب رحبوا بقبلتكم ريهام. اهلا اهلا. قبله ريهام نورتي الشقه. قبله ريهام. ويا اهلا اهلا. قبله ريهام نورتي الشقه. قبله ريهام. يلا على اوضتكم على اوضتكم. يلا يا اولاد يلا يا اشقيه على اوضكم. اصل كل واحد له تلات اوض، كل عيل جايبه له تلات اوض ياخدوا راحتهم. شفتي الحاجات بألف جنيه؟ كل 48 ساعه نشتري لهم حاجات بألف جنيه كل مش كده يا برهان؟ اه كده. اكيد حضرتك جايه لي في قضيه. فعلا وفي قضيه مهمه جدا. ما هو برهان ما بيمسكش غير القضيه المهمه، القضيه الصغيره ما يرضاش يمسكها. ده رؤوف كان هنا لسه جوزنا هنا مديله 1000 جنيه في قضيه صغيره ما كانش راضي ياخدهم. قال لي انت عارفه ان القضيه الصغيره امسك فيها 2000 جنيه بس قلت له معلش عشان وفاء. مش كده؟ اه كده. والقضيه الكبيره 10000 على طول مش كده؟ ولعا من كده. شاي شكلها شاي بقى. يا ريت يا ريت شاي بسرعه. شكلها كده. ويا ترى ايه نوع القضيه اللي حضرتك جايانا عشان؟ لا انا مش حرفة قضيه ولا حاجه يا استاذ برهان. امال انا جايه عايز اسالك في موقف جمعة القانوني. اه الحقيقه موقف جمعة القانوني ضعيف جدا بس الواضح ان القضيه متلفقه. انا عندي احساس بكده. العواطف والاحاسيس يا ست هاني ملهاش دخل في القانون، المهم الدليل القاطع. والمشكلة إن في القضية دي كل الأدلة ضد جمعة، مفيش أي دليل يثبت إنها متلفقة. طب نقدر نجيب الدليل ده إزاي؟ صعب. إلا إذا اعترف المعلم شنواني. طب ونخلي المعلم شنواني يعترف إزاي؟ ما هي دي عقدة الموضوع. طبعًا مش ممكن نروح لشنواني ونقول له اعترف يا شنواني، خصوصًا ده راجل شراني وسفاح ممكن يعمل أي حاجة. إلا ها؟ إلا إذا خليناه يعترف من غير ما يحس إنه بيعترف. إزاي؟ إزاي دي بقى؟ بل أنا معك. اتفضل يا ريهام. معلش يا عايدة فرصة تانية عن إذنكم. مع السلامة. ريهام. في إيه؟ كانت عايزاك في قضية إيه؟ ادخل. جمعة ازيك يا جمعة حبيبي؟ انا كويس يا وفاء. ازيك؟ وحش وحش وحش. ايه ده هي حماتي معاكي؟ لا يا حبيبي دي بعتلك الملوحة اللي انت بتحبها وانا جايبالك معايا شوية هدوم. ملوحة ايه؟ ملوحة ايه وهدوم ايه؟ انت فاكراني هنا بصيف؟ انا بسجن. معلش يا حبيبي ان شاء الله غمة وتزول واكيد الحقيقة حتبان وحتطلع براءة. براءة؟ ما كنتش اتصور في يوم من الايام ان ادور على براءتي وملاقيهاش. ما كنتش اتصور ابدا ان تمن الشرف والامانة هي اني اتحط في السجن. ما كنتش اتصور ان الشر بقى اقوى من الخير. ما كنتش اتصور ان حماتي تبعتلي ملوحة. معلش معلش يا وفاء تملكي اعصابي. ازاي يا عمي وانتي عامله ايه؟ كويسه؟ انا ايه في 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 ايه يا وفاء؟ اتكلمي. حد زعلك في شغلك؟ لا يا حبيبي انا واخده اجازه من الشغل. اجازه؟ طبعا كان لازم يدوكي اجازه اجباري لان جوزك رد سجون ومرتشين. صدقتني عرفت بقى ان الشر كبير كبير قوي وبقى مالئ قلوب الناس. معلش يا جمعه بس مش لازم تيأس. مهما كانت الدنيا ضلمه اكيد النور هيطلع وبراءتك هتظهر. براءتي؟ ابقى قابليني في الزياره الجايه. خدني يا ابني. ده على كده بقى مليونير. يا سلام. امال مدعي الفقر ليه وعايش مع حماته؟ احتمال البلاغات دي تكون كيديه. كيديه ايه يا برهان؟ 50 بلاغ كلهم كيدي؟ مفيش 2-3 منهم يصدقوا؟
البلاغات دي هي اللي عقدت مهمتي، لولاها انا كنت طلعت براءة. براءة؟ طب والله انت ساذج. ساذج انا؟ انا عايدة ساذج؟ انت عارف انا ممكن ارفع عليك قضية بنفسي واوديك المحكمة واكسب منك 100 جنيه غرامة عشان كلمة ساذج دي؟ طب انت ساذج فعلا بقى عشان تصدق ان جمعة ده يبقى بريء. ده مرتشي، مرتشي ويخضع للقانون 103. حرام عليك يا عم، جمعة مش مرتشي، ده غلبان، ده مسكين. وبعدين لو كان مرتشي انا شخصيا ما كنتش قبلت الدفاع عنه، بل بالعكس كنت اطالب باعدامه في ميدان عام حتى يكون عبره للمرتشين امثالك. بس قبل ما يعدموه ما تنساش تبقى تجيب لي الاتعاب. اتعاب ايه؟ اتعاب ايه ايه؟ ده راح الحدافي عنه بلوشي؟ مش ممكن، ايه القرف ده يا برهان؟ انت اتجننت يا عايده، ده صاحبي. وبعدين مراته كانت زميلتك في المدرسه. الصحوبيه حاجه والشغل حاجه. الصحوبيه دي مش هتاكلنا، مش هتشربنا، مش هتدفع ايجار الشقه، مش هتودي العيال المدارس. جرايه يا برهان، انا قلتها لك اهو مش هعيدها تاني. الاتعاب يا برهان. بس ده جمعه ده غلبان، ده لو تشفيه عيني في النيابه مش مستحمل يا روحي. ده اغمى عليه وقعدوا يشمموه بصل عبل ما فاق. خلاص يبقى هات الاتعاب بعد ما هيب السوق. اوف، خدي حبيبي، خدي متقشره جاهزه اهي. الله، طب انا عندي مهلبيه جوه عاملاها تجنن، بتظلت سهله دي يا حبيبي. في ايه؟ في ايه يا برهان؟ ايه اللي فيك؟ كل من كحكاه الجمعه. جمعه اللي ضربك؟ في متهم يجي بالمحامي بتاعه. هي بصراحه حصلت معاك كتير يا برهان. ايه بس لما اجي بعمل خصوم. ال 50 تاجر اللي مقدمين بلاغات كيديه؟ انا اسحبك اسحب ادحدح سقط البلاغات المقدمه للوكيل النيابه. قلت اروح 50 تاجر المقدمين بلاغات ضد الجمعه. قلت اتحرى. رحت. رحت لهم. وبعدين؟ رحت ال 50 بقى. وبعدين؟ اللي استقبلني كويس، اللي استقبلني بايجو، اللي استقبلني بيجو، اللي استقبلني بدماغه، وكلهم هنا اهو في المنطقة الحرة دي. فقفلوا الفك ما بيتغلش. يا مصيبتي. وبعدين يا حبيبي؟ وفي هناك بقى بصراحة اعترفوا ان في ان حصل عليهم ضغط من معلم سنوان عشان يقدموا البلاغات. بس المهم انت هتعمل ايه دلوقتي؟ هتتصرف ازاي؟ جرايه يا برهان، انت كل ما تتضرب تنام لي. وانني يا سيادة وكيل النيابة أؤكد لسيادتكم أنه ليس هناك شيء مؤكد في هذه القضية، فالقضية مشكوك فيها، والمشرع قال إن الشك دائما في صالح المتهم، ولذا فإني أطالب بالإفراج المؤقت عن موكلي تمهيدا لتقديمه إلى المحكمة التي ستحكم إن شاء الله يا إما بالبراءة يا إما بالإعدام إن شاء الله. إيه رأيك فيا؟ ألف مبروك يا جمعة، أنا كنت متأكدة أنك بريء وأن براءتك هتظهر. بس ده إفراج مؤقت. يعني إيه؟ يعني وكيل النيابة أمر بالإفراج المؤقت لحين تقديمه للمحاكمة. يا ريت بقى تطلع كده بألف جنيه. ألف جنيه؟ أنا ما معيش إلا 10 جنيه في شنطتي. ما هو ده إفراج بكفالة، يعني إذا ما دفعناش الكفالة هيرجعوه الحجز تاني ونلحق قبل ما الخزنة تقفل. لا، أنا هروح أبيع ساعتي وهدومي، كل اللي حيلتي، وأجيب له الألف جنيه. لقيتها. هي ايه دي؟ الألف جنيه. منين؟ مساء الخير يا متر. مساء النور يا فندم، اهلا وسهلا، انا برهان المحامي. وانا ماجي. اهلا ست ماجي. ايه بقى نوع القضيه اللي مسكوكي فيها؟ انا تحت امر. لا انا جاي عشان قضيه حضرتك. انت هتلبسيني قضيه ولا ايه؟ قضيه الاستاذ جمعه. جمعه؟ انا ما اعرفش ان جمعه عنده قضيه من النوع ده، بس ولا يهمك، اجيب لك نفقه متعه، ارفع لك عليه قضيه، اخرب لك بيته. يا متر افهمني. افهميني انت. انا ماجي. وانا برهان. انا ماجي سكرتيره رؤوف بيه. انا اسف قوي. اهلا وسهلا. هو بعتني لحضرتك بالألف جنيه اللي انت طالبهم كفاله للاستاذ جمعه. استاذ برهان، متهيالي تلحق الخزنه. عن اذنك. انت لحقت تروح شنطه المعلم زكريا؟ لا،
ما انا قبلت العربيه وديته الشوال. طيب 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 يا فالح، بقول لك ايه، انت تعرف شنطه المعلم حموده؟ اهي جنب شنطه المعلم زكريا. لا اهي دي ما اعرفهاش. طب ما تزعلش نفسك قوي كده، بقول لك ايه، انت باين عليك عاوز تنام، روح اجري في المخزن نام. روح روح بالسلامه، اجري اجري يا اخويا بالسلامه. انت ورق سمعه، انت فين يا معلمي؟ زكريا وقعت في ايه؟ الجدع اللي اسمه جمعه النيابه افرجت عنه. ايه؟ ايوه يا معلمي، انا لسه وصلني الخبر من شويه. ازاي ده يا واد؟ انت مش قايل ان التهمه لابسها 100%؟ ايوه يا معلمي، بس المعلمين عوضين وبيومي والخضري سحبوا البلاغات اللي قدموها ضده، وشهدوا انك انت اللي ضغطت عليهم وخليتهم يقدموها. طب وبعدين يا واد؟ دكتور ومعلمين مش فلالي. ما تخافش يا معلمي، ده طلع بكفاله، يعني التهمه برضه لسه لابساه ومش هيعرف يطلع منها. وفاء جمعه، ألف مبروك يا جمعة. الله يبارك فيك يا حبيبتي، البركة في برهان المحامي الكبير بتاعي. يا سيدي احنا تحت أمرك، مسألة كانت هينة وبسيطة، بس المشوار لسه قدامنا طويل. ليه تاني؟ طبعا عملية المحاكمة بقى دي، ويمكن إن شاء الله ينجب لك البراءة، ينجب لك الإعدام. كفالة الشر. يلا 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 بينا نروح. المهم دلوقتي لازم نروح لرؤوف بيه ونشكره على اللي عمله، ولا إيه يا جمعة؟ هي صحيح عندك حق، لا ده الراجل واقف جنبي ولازم نروح نشكره. احنا نوصل وفاء ونطلع على رؤوف فيه. اتفضل يلا. اتفضل. اهلا اهلا يا متر. اهلا يا انسه. ماجي. انا برهان، وده الاستاذ جمعه. تعالى يا جمعه. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا يا انسه. ماجي ده اسم شرب. هي زي الشربة. الأنسة ماجي سكرتيرة الأستاذ رؤوف. في الحقيقة أنا جاي علشان أشكر رؤوف بيه. لا يا فندم، الحقيقة احنا جايين نشكرك أنتي. تشكرني أنا؟ طبعا، حضرتك تحملت المشاق والمصاعب والكفاح وجيت سعادتك عشان تدفع الكفالة عشان تطلعي الأخ جمعة من التخشيبة. في الحقيقة أنا نفذت كلام رؤوف بيه، وإذا كان في حد يستاهل الشكر يبقى رؤوف بيه. اتفضل، هو في انتظاركم. The delivery is going to be for not safe. No, I prefer. خش. عايز ايه يا جمال؟ شفت عامله ازاي؟ حته مارون جلاسيه، حته سته. اهلا يا برهان. اهلا 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 سعاده البيت. اهلا. مين ده يا برهان؟ ما اعرفوش. برا ده جمعه، استاذ جمعه. مش تقول يا راجل. اهلا يا استاذ جمعه. اهلا، الحمد لله على السلامه، والف الف مبروك. البركه في سعادتك يا رؤوف بيه. ما تقولش كده يا راجل. الحقيقه يا فندم الاخ جمعه لما افرجت عنه النيابه اصر اصرار شديد ان يجي بنفسه يشكر سعادتك. لا اتفضلوا اتفضلوا، انا ما عملتش غير واجب يا جماعه. ايوه يا فندم، بس جميل حضرتك اللي عملته ده انا هشيله فوق دماغي طول العمر. لا يا استاذ جمعه، ما تنساش برضو الاستاذ برهان. طبعا طبعا. طبعا طبعا، وانا ان شاء الله لما يجي لي فلوس هسدد لحضرتك الكفاله ان شاء الله جنيه جنيه. ده كلام ده يا راجل؟ معقول الكلام ده؟ يعني الدنيا سلف ودين واحنا اخوات مع بعض. انا وقفت جنبك في محنتك، انت في يوم من الايام اكيد هتقف جنبي في محنتي وتساعدني. اكيد. شوف سيادتك اقع في اي مصيبه وشوفني هقف جنبك ولا لا. انا رؤوف بيه بذلت مجهود خرافي في هذه القضيه. اكيد يا استاذ برهان اكيد. والاستاذ جمعه شخص عزيز علينا كلنا. طبعا. بالمناسبه السعيده دي تحبوا تشربوا ايه؟ شاورما. ملوش لزوم يا فندم. لا يا جماعه، دي اول مره تشرفوني فيها في المكتب ولازم تشربوا حاجه. اصل سعادتك عارف الاستاذ جمعه بقاله مده غايب عن البيت، فالنهارده الاولاد عاملين له عشوه. فعايز يرجع البيت يفرح مع الاولاد، ما انت فاهم. خلاص يا استاذ جمعه، انا مش همسك فيكم المره دي، بس لازم تشرفوني في المكتب مره تانيه. طبعا طبعا، ده وعد. وعد يا انكل. مع السلامه. الله يسلمك. الف سلام. مع السلامه يا استاذ برهان. مع السلامه يا فندم. اتفضل. مع الف سلامه. الله يسلمك. سلام يا انكل. رؤوف بيه، الالف جنيه التانيه. ما هو انا لما يطلع براءة يا برهان. انا مش ضامن البراءة. رؤوف بيه، ما شفتش برهان؟ لا. تعالى فين يا اخي؟ انا نفسي اعرف رؤوف بيعمل كده ليه مع جمعة. الموضوع ده فيه سر. ولا سر ولا حاجة. انا قايل لك مراته هي اللي قايله له يعمل كده. مراته ايه؟ نانا. دي نانا زميلتي في المدرسة.
دي أنانية جدا، دي ما تعرفش في الدنيا غير نفسها وبس. لا 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 عايدة حرام عليك، برضو صاحبتها لقيتها في موقف منيل زي ده فحبت تساعدها. تساعد ايه؟ يلا واحنا مالنا، أهم حاجة الأتعاب. قلت الجمعة الأتعاب؟ أتعاب ايه؟ أتعاب ايه؟ القضية، أنت مش رحت النيابة وطلعت الكفالة؟ أيوة، ما الراجل اداني 1000 جنيه مقدم وقعد يديني كما هيديني 1000 جنيه تاني لما يطلع براء. انت بتقول ايه؟ اوعى تكون قلت الجمعه ال1000 جنيه اللي ادهولك رؤوف. قلت له طبعا. قلت له ايه؟ انت عايز تفرسني، عايز تنقطني، انت بتقول له ليه؟ كان المفروض جمعه كمان تاخد منه. حرام عليكي، جمعه هو جمعه حيلته حاجه. حيلته ايه؟ حيلته قوي، حيلته كتير. قال حيلته، قال بياخد في القضيه الواحده رشوه 20000 جنيه. شوف بقى من ساعه ما اتعين عمل كام قضيه. اوف عليك. دي أنانية. ما تغلطش في رهام. بس هي غلطت فيا. ازاي تكتب تحقيق صحفي طويل عريض عن بطولة ابو الشناب في ذوق الغلال؟ اها، مش اللي كتبته ده حصل فعلا؟ ايوه، بس هي عملت نفسها بطلة. بطلة؟ طب ما هي بطلة فعلا. مين عنده الشجاعة يعمل للرهام عملته؟ وانا هاني، انا ازاي تتجاهلني؟ ازاي ما انا ماليش دور في اظهار براءته؟ ازاي ما تنزليش صورة؟ ازاي ما تنزلش الموضوع بتاعي؟ الله، ازاي تتجاهل دوري القانوني؟ ده انا انضربت ضرب عشان اقنع التجار انهم يسحبوا البلاغات اللي مقدمينها ضده. انا يا مسيره الليالي اعد المذكرات وفي الاخر الهانم تتجاهلني وتسلط كل الاضواء عليها، دي مش تبقى انانيه؟ برهوره، انا ماليش دعوه بده كله. الاتعاب يا برهوره. اتعاب؟ اه، انت نسيت ولا ايه؟ مش رؤوف قال لك لو جمعه طلع براءه هيدفع لك 1000 جنيه؟ بس ما اعتقدش بقى بعد اللي نشرته ريهام دي رؤوف بيها هيدفع لي مليم. يعني ايه؟ كان كلام عيال؟ لو ما دفع لكش ارفع عليه قضية. عايدة، عايدة يا حبيبتي، نفسي مرة واحدة تفكري بعقلك. يعني انا ما عنديش عقل؟ لا ازاي، ده انت اساسا عقل وطلع له ست. انت عندك عقل يوزن جمل. يعني ايه؟ انت بتقول ايه؟ ولا حاجة، قصدي يعني اقول من المؤكد ان ريهام طبعا بعد الموضوع اللي نشرته ده اكيد طمعانة في مكافأة هيديها لها رؤوف بيه. مش معقول يدفع لها ويدفع لي. لا ده انت بتخرف، لا بتخرف فعلا. عايدة، انا بخرف؟ انا بخرف؟ ازاي بعد السن ده تقول عليها بخرف؟ اذا انا ممكن ابقى خريف. انت عارفه ان دي تهمه قذف وسب علني، واحتمال ارفع عليك قضيه حسب القانون 303 مادة عقوبات قانون، تدخلي تاخدي سنتين في السجن، ولو طلعت هستأنف وادخلك تاني وارتاح. احسن استريح منك ومن عيالك. لعلمك بقى ريهام دي غنيه جدا. امال مش باين عليها ليه؟ هيبان عليها ازاي يعني؟ هتعمل لك ايه في المدرسه؟ كانت اشيك واحده، كانت تيجي بهدوم ايه اشكال والوان وجزم ايه وشنط ايه، وتسافر اوروبا مع ابوها وتيجي متطقمه. متطقمه؟ ما تعرفهاش انت متطقمه دي يعني ايه؟ ايوه متطقمه، دي بنت ناس هاي. ولما هي هاي كده ليه طمعانه في مكافاه؟ كانت نحت حجيل واحد غلبان زيي. مش طمعانه، افهم، دي صحفيه كل اللي يهمها انها تعمل موضوع حلو، تتنشر، تنزل صورها، تشتهر بس. بس يعني ما يعنيش. برهورة، الأتعاب، تكلمي لرؤوف بيها على الأتعاب. الحقيقة يا أستاذ جمعة، أنا كنت عايز أجيلك عشان أعتذر لك على اللي حصل من مدام نازلين. لا يا فندم، ما حصلش حاجة، أنا متعود على كده. متعود على إيه؟ ينضرب يا فندم، قصدي يحس. ما تقولي على الحكاية الستة اللي عندك. الحقيقة يا فندم، أنا متعود إن الناس تستغرب لما تسمع عني حكاية الحساسة. أنا كمان عندي الحاسة السادسة. إزاي؟ عندي نوع من التوقع، نوع من الذكاء المطلوب لرجل الأعمال. يعني بيبقى عندي إحساس إذا كانت الصفقة دي هتكسب ولا لأ، المناقصة دي هترسي علينا ولا لأ. وده اللي خلاني من كبار رجال الأعمال في فترة بسيطة. حياة رجل الأعمال شاقة جدا، مش سهلة زي ما أنتوا عارفين. طبعا يا فندم، الله يكون في عونك. يا فندم الله يكون في عونك من القر، قر على الفيلا وعلى العربية. أنا عمري ما اهتميت بكلام الناس. العربية دي لزوم الشغل، والفيلا مجرد مكان عشان الإنسان يعيش فيه. أنا عارف إن كل شيء ليه تمن، لكن صدقوني ده كله مجرد وجهة ليا كرجل أعمال. نانا مثلا المفروض إنها زوجة رجل أعمال، وعشان كده لازم يبقى عندها مجوهرات وفساتين شيك، يعني مجرد وجهة اجتماعية. أنا عارف إن ده بيكلفني كتير، لكن هعمل إيه؟ لازم أعمل كده. راجل، الله يكون في عونك يا فندم. طبعا يا فندم، الفيلا والعربية متعبين قوي، الله يكون في عونك.
ودلوقتي بقى يا جماعه ندخل في المهم. اتفضل تحت امرك. انا الوظيفه اللي بعرضها عليك هي مدير الشؤون الاداريه لشركه ار اتش المقاولات. مدير الشؤون الاداريه و1000 جنيه مرتب في الشهر، ده غير ان ليك نسبه في ارباح المشروعات. والله هو مش بطال اني ابقى مدير الشؤون الاداريه، والمبلغ برضه 1000 جنيه في الشهر يعني مش وحش، بس مش دي المشكله. المشكله هل في تامينات اجتماعيه؟ اكيد يا استاذ جمعه، انا لازم اامن عليك. خلاص يبقى انا مبروك عليك. الله يبارك فيك، وممكن تستلم الوظيفه من دلوقتي. هحاول. ايوه ماجي تعالي حالا. يعني مش 1000 جنيه وخلاص بقى. افندم يا استاذ روف. لو سمحت يا ماجي خدي الاستاذ جمعه وري له مكتبه. انا جمعه، هو برهان. اتفضل يا استاذ جمعه. مكتبي. روف بيه، انا كنت عاوز. بعدين يا برهان بعدين، انا عندي مكالمه مهمه جدا دلوقتي. اتفضل شوف شغلك. اصل اتفضل شوف شغلك. رؤوف بيه بيؤمن بالمساواة، كل مكاتب الشركة شبه بعض، نفس الألوان، نفس الديكور، نفس الموبيليا، حتى صورته هتشوفها في كل مكاتب الشركة، عشان تفضل دايما قدام عينينا قدوة ومثل أعلى لينا. أنا بس حبيت أطمنك إن المغفل التاني دخل المصيدة. حرامي! بوليس! بوليس يا عايدة! بوليس اتسرقت! اتسرقت يا عايدة! يا ماما! اتسرقت! اللي اتسرق؟ ال 500 جنيه، ال 500 جنيه اديهم لي رؤوف بيه، اتسرقوا! شقايا يا ناس راح، أكبر مبلغ قبضته في حياتي. يا عيني! طب كنت مخبيهم فين؟ في ال في الشراب، مش كده؟ وعرفت ازاي؟ انت كنت فاهم ان انا مش ممكن اعرف؟ كنت مخبيهم مني ليه يا برهان؟ مخبيهم ليه؟ انا مش وعدتك اني مش حميد ايدي عليهم؟ ايوه بس انا كنت خايف يا حبيبتي ما توفيش بوعدك. انت عمرك وعدتي بحاجه وعملتيها؟ ما عشان كده بقى، وعشان انت مخوني فانا خدتهم ادبا ليك. لا لا، في عرضك عيوده حبيبتي، في عرضك اعمل معروف. طب اديني الفلوس بس هشتري بيهم بدله، ها؟ والباقي اجيب لك بيه فستان. اعملي معروف ما تضحكيش الراجل عليا. اديكي فلوس عشان ترجع تلودني عليهم؟ لا يا حبيبي، انا اللي هشتري لك قماش البدله، وانا اللي هفصلها لك. دي كمان اللي هتفصليها؟ دي صيني، لو اتكسرت مش هجيب لك البدلة. هايل العقد اللي عملته يا أستاذ برهان، ممتاز. فضل يا فندم، لتوجيهات سيادتك. يتم تسليم الوحدات السكنية للمتعاقدين متى تتم الانتهاء من بنائها. يعني قدامنا إن شاء الله 20 سنة. لا يحق للمتعاقد في حالة فسخ العقد من جانبه أن يطالب بأي فوائد على مبالغه، وفي حالة عدم توافر نقدا أجنبيا يأخذ حقوقه بالنقد المصري وبالسعر الرسمي. كله بناء على أوامر سيادتك. عظيم عظيم هايل. وانت يا جمعة، حانت ساعة الصفر. ساعة صفر يعني ايه ساعة البيه؟ يعني حانت ساعة العمل، يعني دقت ساعة العمل. احنا جاهزين وتحت امر سعادتك. من بكرة هتنزل حملة اعلامية في الجرايد عن تسليم الوحدات السكنية الخاصة بمشروع برج المعادي. السكان هيهجموا. انت هتعمل استمارات وتسلمها للسكان بعد ما يدفعوا 100 جنيه. 100 جنيه ليه يا فندم؟ سعر الاستمارة كده. ايه بس ده 100 جنيه كتير قوي. لا مش كتير، عشان يبقى فيه جدية لطالب الشقة. انا مش عايز كل من هب ودب يسحب استماره ويملاها. وبعدين انا عايزك تفرز الطلبات المتقدمه كلها وتستبعد كل واحد مشاغب، مفهوم؟
تمام يا فندم، احنا خلينا الاستمارات فيها كل المعلومات عن المتقدمين حتى الجد الرابع. عظيم عظيم يا جمعة. ودلوقتي تتفضل. تفضل. عايزك يا استاذ برهان. وعايزني حضرتك؟ لا مش عايزك. كنت على المكتب. شكرا يا فندم. اتفضل. اتفضل. يا ترى ايه اخبار قضيه مدام ريهام؟ تمام يا فندم، هو اتحدد لها جلسه الشهر الجاي. انا عاوزك تهتم جدا بالقضيه دي. مدام ريهام ساعدتنا كتير في الدعايه للمشروع. طبعا يا فندم، خصوصا ان مدام ريهام صديقه للسيده عايده هانم مراتي. يعني تفتكر انها هتكسب القضيه؟ اكيد يا فندم، موقفها القانوني ممتاز. ربنا يحنن عليك يا عم، ربنا يسهل. اوعى يا ولد، اوعى يا عمرو، انا بابا. بابا بابا اللي فاضل. انا شايفكوا تسعة. مالك يا بابا؟ سلامتك بقى. مش عارفين مالي؟ انتوا ايه اللي وداكوا عشة الفراخ بتاع الست فاكيها وجوزها المعلم عظمة؟ انطقوا. احنا كنا بنلعب بالكورة، قامت وقعت في عشة الفراخ بتاعت ست فاكيها، اما خبطنا عليها عشان ندخل نجيبها، فراحت قايلة لنا ادخلوا وجيبوها من العشة جوه. بعدين فاول ما عمرو دخل يجيب الكورة، قام اديك ابو منقار احمر راح نقره، وانت يا بابا قلت لنا اللي عمل لنا حاجه لازم نردها له على طول. رحتوا خانقينه؟ ما كانش قصدي يا بابا. كانش قصدك تخنقه؟ وبعدين انا لقينا كل الديوك والفراخ بالكاكي بتنقلنا. رحتوا خانقينهم كلهم؟ ما كانش قصدنا يا بابا. صح، هي برضو الست فاكيها وجوزها حقيقة الله يسترهم ما كانش قصدهم لما شالوني وراحوا راميني على بير السلم. انتوا شفتوا فيلم الفك المفترس؟ لا يا بابا. ازاي لما طلع الفك المفترس جري ورا العيال في المية؟ ما شفتوش؟ لا يا بابا. ازاي؟ اهو قوريهولي. استنى تعالي ولد. يرتدي ثوب الحمل، إنه أخطبوط يسري بين الناس ويسرق آمالهم وطموحهم وعشقاهم وعرقهم. إنه فساعدوني، ساعدوني على القضاء على هذا الظلم الذي تعرضت له موكلتي. إيه يا أستاذ الكلام اللي بتقوله ده؟ رؤوف بيه؟ ده فندم، ده المرافعة اللي لسه أنا بحضرها عشان الأنسة ريهام. يعني بتشتغل شغل تاني في اوقات العمل الرسمي اللي بتاخد عليه مرتب؟ مش سعادتك وصيتني ان انا اخد بالي من القضيه دي؟ تاخد بالك منها في بيتك في وقت فراغك، لكن هنا في المكتب وفي اوقات العمل الرسميه لا والف لا، ومخصوم منك 3 ايام. حاضر يا فندم، اوعدك ان شاء الله انها اخر مره ومش هتتكرر. قول لي. نعم. اخبار الشغل ايه؟ كله تمام يا فندم، ده انا حتى جهزت كمان شرط جديد في العقد. شرط؟ شرط ايه؟ لحظة يا فندم. ايوه، في حالة فسخ العقد من جانب المتعاقد يخصم من قيمة المتعاقد 50% مصاريف إدارية. هايل، برافو. في كمان يا فندم، وفي حالة امتناع المتعاقد عن السداد تحسب فوائد مركبة ضده من تاريخ التعاقد. يعني يا فندم إن شاء الله اللي هيفسخ العقد هتتفسخ دماغه إن شاء الله. مش قوي كده يا برهان، دول غلابة برضو. أنا عايزك بقى تاخد أسماء الناس اللي في الكشوف دي وتتعاقد معهم في أقرب وقت، يعني يومين بالكتير قوي، ويكون خلصت كل حاجة. تحت أمرك يا فندم. تحب سعادتك أحط لك شرط تاني؟ يا أخي أنت ما بتشبعش شروط؟ اهمد. Thank you.
ايه ده؟ في ايه؟ مالك يا برهان؟ ايه اللي عمل فيك كده؟ ضربت يا عايده. مين ضربك؟ البيه البواب. ضربك ليه؟ هو وعيلته، هو وعيلته منه لله. هو عيالك، عيالك السبب يا عايده. ولادي انا؟ عملوا ايه؟ انت خرجت وسبت العيال يقعدوا تحت مع البواب يلعب. اه فيها ايه دي؟ فيها ايه؟ البواب بيبيع ازوزه وحطت التلاجه بره. كويس؟ دخل جوه معرفش يعمل ايه، العيال قاعدين قدام التلاجة. كويس. واحد زبون جاي يشتري البيه ابنك بسلامته، راح بيع له اغلى من التسعيرة باتنين جنيه، ازازة ازوزة باعها له بعشرة جنيه. طلع حظه النحس الراجل اللي بيشتري ده مفتش تمويه، راح واخد العيال على الاسم. رحت الاسم يا هانم. عيالك كانوا هيخشوا السجن لولا انهم صغيرين، كانوا هيودهم كمان الاحداث. ولادي؟ ولادي انا؟ وبعدين؟ وبعدين ايه؟ والبيوت بواب ما سكتش. عمل لك ايه؟ مسكني منه لله، بنجوني الاول. ازاي؟ بالشومه وعلى دماغي فدخت. وفين يوجعك؟ هي واحده اللي انا قلتها. العالم كده. وبنطلوني خدوه يا عايد. بنطلونك خدوه؟ واحد عرباج ابن حلال سطرني. واللي هنا ده فين؟ الكم؟ اه راح فين الكم؟ مش هو ده؟ هاتوا هاتوا هاتوا، مبقاش له اي لازمة. على فكرة من هنا ورايح تقعدي في البيت مع العيال، فاهمة؟ بقى ده النهاردة باين انه يوم الاسم العالمي، انا كمان رحت الاسم النهاردة. ايه بعتي اكتر من التسعيرة؟ لا طبعا، حد يقدر يكلمني ولا؟ ما رحت ليه؟ رحت ليه يا عايدة؟ إيراد البوتيك اتسرق. أحسن. أحسن إيه؟ أحسن ربنا بيخلص مني. تعرف كام؟ كام؟ 2000 جنيه. أحسن. عشان أنت السبب. أنا السبب ولا أنت السبب؟ ما تخرجيش من البيت تاني. أنا اللي ما بخرجش من البيت، أنت عايز تعمل نظام لكل واحدة، كل الناس معروف، الحياة كلها معروفة. الست تخرج تشتغل والراجل بيقعد في البيت يشوف العيال، أنت عايز إيه؟ تألف؟ انت ماشيه بالمقلوب. انا مش ماشيه بالمقلوب. الراجل اللي يخرج انت تقعدي في البيت. لا ما اقعدش في البيت، لو كنت عارف انك هتقعدني ما كنتش اتجوزتك. انا لو اعرف انك رخمه ومخك ناشف كده ما كنتش اتجوزتك. انا رخمه؟ ده انت اللي سائل ومقرف. انت طقه وضربه والفيوزات كلها بايظه وانت مجنون. كل البوجيهات ضربه عندك، فاهمه؟ الله يسامحك. انا لو ما كنتش خلصان شرفي، لو ما كنتش خلصان كنت عملت ايه؟ انا عايز اعرف لو مش خلصان كنت عملت ايه يا برهان؟ بنت على المفتر يا رب. حريقة فين؟ لا خلاص سبتي. حريقة في بيتنا يا برهان في الشقة. أصل الولاد مالهم؟ كانوا جعانين. وبعدين حبوا وبعدين حبوا يعملوا لحمة، فجابوا لحمة من التلاجة. كويس. حطوها في الحلة. وبعد ما حطوها في اللحمة وبعدين ولعوا البوتاجاز. بس فشاطت اتحرقت. شاطت؟ لم سبتي. اصل الولاد نسوا يحطوا مية الشوربة مع اللحمة. وبعدين ولادي ولادي فين يا براد؟ في الشوربة. ولادي فين؟ في الاسعاف. في الاسعاف. ولادي في الاسعاف. ولادي في الاسعاف. ولادي في الاسعاف. الحمد لله حبيبي يا ولادي. هيفرزوني، هيموتوني. شبيتي حد مسلطهم عليا العيال دول؟ حد مسلطهم عليا؟ العيال جعانين يا عايده، ما لقوش اكل، حبوا يتصرفوا لوحدهم. الهانم امهم ما عملت لهمش حاجه ياكلوها. يعني ايه؟
يعني هو مفيش اكل دلوقتي في البيت؟ ما اللحمه راحت وهم ما كلوش ولا حدش كل. ده انا ميته من الجوع ولا اي حاجه خالص. ولا اي ده مفيش حاجه خالص. انا لو ما اكلتش هفطس. خدي مش عارف من غيري هتعملوا ايه. ايه ده؟ بسكوت هتاكلها. سيبي للعيال ما تبقيش مفطوسه. تاكلي واحده بس. اتنين. واحده بس. طيب يجوا العيال يلاقوا حاجه ياكلوها. مش ملاحظ حاجه يا جمعه. حاجه ايه يا مراد؟ حكايه المرحله الثانيه دي. مالها؟ زي المرحله الاولى تفتكر؟ ايوه. مش رؤوف بيه هو اللي قال كده؟ ايوه. طب ليه عاوزه تفضل في السر؟ ليه مش عاوز يعلن عنها؟ يا سيدي هو حر. ايوه ده عاوزنا احنا نمضي العقود باسمنا احنا. ده حتى مش عايزنا نحط اسم الشركه عليه. ودي فيها مساءله قانونيه؟ طبعا مساءله قانونيه. يعني معنى كده ان الشركه ملهاش اي علاقه بالمشروع. ليه بقى؟ الله، انت ناسي ان احنا اكبر اتنين موظفين في الشركه ومضيين على العقود باسمنا؟ انت ناسي اني انا مدير الشؤون الاداريه وانت مدير الشؤون القانونيه؟ ده هو ده اللي قلقني. ده معناه ان احنا بقينا في وضع مسؤوليه خطير. وماله؟ الله، هو احنا مش بناخد مرتب عشان كده؟ ايه قلقان ليه؟ انا بصراحه حكايه المرحله الثانيه دي انا مش مرتاح لها. بقول لك ايه، بطل شغل المحاماه والقلق والخوف والشك في كل حاجه. انت ناسي ان رؤوف بيه عامل المشروع ده علشان الناس الغلابه؟ هو بقى مش عايز يعلن عن الموضوع لانه هيجيب شقق لكل الغلابه. منين؟ ولا ايه اللي يخليه يسال عن الاوراق دي؟ اكيد شك في حاجه. ماجي، انت كلمتي قدامه في اي حاجه كده ولا كده؟ معقول يا فندم؟ امال ايه اللي يخليه يسال عن الاوراق دي؟ ايه؟ مش عارف. طب وجمعه؟ جمعه ما قاليش حاجه. بتقول ايه؟ بتقول ايه يا برهان؟ الله، انا مش فاهم انت عايز تشوف الاوراق دي ليه يا جمعه. يا حبيبي صدقني انا مش محتاج للمستندات دي في حاجه. امال عايز تشوفها ليه؟ زياده تاكيد. وبعدين ما تنساش ان انا راجل محامي عتويل، راجل قانوني، لازم ابقى واثق من كل حاجه بعملها. ايه ده، انت ابتديت تقلقني يا برهان. مش بقول لك يا راجل ده انا محامي كبير وما تفوتنيش الحاجات دي. جمعه افندم. يا رؤوف بيه تعال لي المكتب حالا. حاضر. وقول لبرهان يجي كمان معاك. حاضر. عارف منين ان احنا مع بعض؟ انا بلغني انكم بتسالوا اسئله غريبه قوي. اسئله؟ ايوه. انا يا فندم في الحقيقه عمري ما سالت عن حاجه غير تسعيره. اسكت. انتوا بتسالوا عن مستندات المرحله الثانيه للمشروع. انا شخصيا قلت لك اسكت. حاضر. انا لما شغلتكم هنا كان هدفي حاجه واحده، ان اخدمكم واخدم اصحاب نانا، وكان املي انكم تقدروا الخدمه دي وتبقوا على مستوى المسؤوليه، مش تسالوا اسئله فارغه وهايفه. انا يا فندم شخصيا قلت لك اسكت. حاضر. مالك اسكت؟ وهيفضل كل ما نقول اسكت اسكت اسكت. انت كمان. ايوه حاضر. وانا اهو من اول مره. أنا لما اخترتكم كان يهمني الكفاءة والأمانة، وأنتوا أكفاء وأمناء. الله يخليك يا فندم. بس الظاهر إني نسيت حاجة مهمة أوي. نسيت إيه لا سمح الله؟ الثقة يا سي برهان. الثقة المفتقدة بينا. ثقة إيه؟ ما معقولة يا ما تتكلم، قول حاجة. أنت ساكت ليه يا جمعة؟ أنا يؤسفني إني أسمع إنكم بتسألوا أسئلة ما كنتش أتوقع أبداً إنكم تسألوها. المفروض يكون في ثقة متبادلة بينا، ثقة ملهاش حد. انتوا المفروض انكم عيني اللي بشوف بيها ولساني اللي بتكلم بيه، لأن موقعكم في الشركة بيعتبر عصب الشركة. مش تكون أول ناس بتشك وتسأل. لا 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 لا، ما حصلتش يا فندم. أنت ساكت ليه؟ كان أقول حاجة. لا 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 يا فندم، مفيش أي حاجة. إحنا بس أنا مش عايز أسمع أي حاجة. أنا عايز أقول لكم حاجة مهمة باختصار. الفترة اللي فاتت دي كلها كانت مرحلة اختبار، وللأسف
انتوا فشلتوا في الاختبار. فش 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 فشلنا في الاختبار. جمعة ما تتكلم. ايوة فشلتم في الاختبار، وعشان كده انا قررت ان افصلكم. فصل ايه يا سعادة البيه؟ احنا اتعودنا على اللبس والمصاريف، وبعدين احنا افتكرنا ان حضرتك ممكن تكون ناسي امضى على ورقة، فقلنا نجيبها لك. صدقني يا سعادة البيه، ده احنا من غير الغلابة هنشحد. احنا والله ما قصدنا اي شيء. ايوه يا سعادة البيه، وبعدين ده احنا من غيرك ممكن نقعد في مساجين اللواء. خلاص، ولو حصل حاجة السماح يا اهل السماح. خلاص خلاص قلت خلاص. انتهينا. انت الكبير برضو يا بيه، وبعدين احنا نقعد في مساجين اللواء نقول واء واء. انتهينا خلاص. حاجة. ممكن تسكتوا شوية؟ حاضر يا فندم. دلوقتي تتفضلوا على مكاتبكم، بس توعدوني ان حاجة زي دي ما تتكررش تاني. ابدا ابدا. مش كده يا برهان؟ فشل. اتفضلوا. ايوه يا ماجد، تعالي حالا. انت السبب، عجبك اللي حصل ده؟ نعرف منين؟ انا لو كنت اعرف كان شلساني ده نطق. عمري ما كنت اتصور اني اقف في الموقف ده واترجى واتذلل. امال انا اعمل ايه؟ يا اخي على الاقل انت اهو تقدر ترجع وظيفتك الاولانيه. وظيفتي الاولانيه؟ وظيفه ايه يا برهان؟ أنا دلوقتي واخد شقة مفروشة بخمسمية جنيه في الشهر. أنا لو رؤوف بيه قال لي ارمي نفسك في البحر حرمي. أنتِ قلتلي إن برهان عينه زايغة منك شوية. أيوة يا رؤوف بيه، ويا ريت حضرتك تكلمه في الحكاية دي. بالعكس، أنا عاوزك تشجعيه على الحكاية دي. أشجعه؟ أيوة تشجعيه، وعاوزة كمان ترمي شباكك عليه. افهميني يا ماجي، ما هو انت لو عملت كده هو مش هينتبه لأي حاجة ومش هيسأل الأسئلة السخيفة دي. كل مخه وتفكيره هيبقى في حاجة واحدة بس، انت. حاضر إن شاء الله، مع السلامة. صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا. أهلا بيك. إيه المفاجأة الجميلة دي؟ يا ترى رؤوف بيه موجود؟ لا والله، ده وصل مشوار مهم وزمانه جاي. طب هيتأخر؟ لا، تحب تستنيه؟ بعد إذنك. اتفضلي. أنسة ماجي، لو مين؟ ريهام هانم. مش معقول. ازيك يا أستاذ برهان؟ الله يسلمك. أكيد حضرتك جاي تستفسري عن القضية صح؟ اتفضلي في مكتبي. اتفضلي. طب أنا هستناه عند الأستاذ برهان، وأول ما يجي تديله خبر لو سمحتي. حاضر يا فندم. العمارة نورت، المكتب نور. اتفضلي. اهلا وسهلا. اهلا بيك. انا قلت انكم نسيتوا القضيه، بقالكم مده ما حدش اتصل. ازاي بس؟ احنا ان شاء الله معتمدين عليك يا هانم، وانا قد المسؤوليه. ان شاء الله في القريب العاجل هتسمعي اخبار عظيمه ان شاء الله. جد؟ انا ما بهزرش، ده انتوا اديتوا القضيه للاستاذ برهان مش علي بدنجان. بس انا بقول يا استاذ برهان ان قضيه زي دي يعني قضيه كبيره وبتاخد سنين، معقول تخلص بسرعه كده؟ ان شاء الله في خلال 3 اشهر، يعني قبل اخر السنه القضائيه دي. ما تسالينيش ازاي، لان ده سر المهنه. كما قال احد الشعراء في مناسبه زي دي، ومدحشر بالحشرمين. اهلا استاذه ريهام، ده ايه المفاجاه دي؟ اهلا يا استاذ جمعه. قولوا لي، انتوا مبسوطين في الشغل مع رؤوف؟ جدا طبعا. شعاره الـ 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 لا لا ارى لا اسمع لا اتكلم. الـ الـ السريه والكتمان هما اهم عوامل نجاح رجل الاعمال. ما تتصوريش يا استاذه ريهام مشروع ابراج المعادي ده اسعد غلابه قد ايه. طبعا ده بالنسبه للمرحله الاولى. المرحله الثانيه ضعف المرحله الاولى. ولسه في ثالثة ورابعة وخامسة، يعني في حاجات. ريهام مش معقول. صباح الخير. أهلا. صباح الخير يا أستاذ رؤوف. ما تفضلي عندي في المكتب أحسن. عن إذنك. فعلا القعدة هناك أحسن. يلا يا برهان. جمعة. شش. اقعد. أليش. جمعة. مدحشر بالحشرمين تحشرما. هو في إيه؟ يبقى
كده المرحله الثانيه خلصت. بلاش الضاني ازاي يا استاذ انت وهو اسرار شركه تطلع بره؟ انا مش موصيكم الف مره ان اي حاجه تحصل في الشركه ما تطلعش بره؟ ما هو يا فندم اسكت خالص. انا لسه قايل لكم ان شعار اللي بيشتغل هنا هو الامانه والثقه. انا بثق فيكم وبقول لكم على كل حاجه تقوموا تنشروها على اللي رايح واللي جاي. ما هو يا فندم اخرس خالص قلت لك. بقول لك اخرس خالص وقولها كم مره انكتم. اوكي هينكتب يا فندم. احنا كنا فاهمين ان سعادتك يهمك تعرف ان رهام تعرف حاجه زي كده لان هي اللي قامت بالدعايه للمرحله الاولى. ده صحيح يا استاذ انما كل حاجه وليها وقت. مش معنى ان رهام عملت الدعايه للمرحله الاولى اني اقول لها على المرحله الثانيه. مش جايز اجل الاعلان والدعايه على المرحله الثانيه لوقت ثاني؟ صح صح مظبوط فاتتنا دي يا فندم. يا استاذ جمعه انا لما اعمل دعايه للمرحله الثانيه مش بعملها عشان الناس تحجز فيها. لا كل دعايه وليها سبب. في اسباب كتير جدا للدعايه. مثلا ممكن تكون عايز تفكر الناس باسمك في السوق. ممكن يكون في صفقه كبيره انت داخلها وليك منافسين تقوم تعمل دعايه مفاجاه لسلعه انت مخبيها او مشروع انت مخبيه تقوم تكسر السوق وتفوز بالصفقه. فاتتنا دي يا رؤوف بيه. قلت لك انكتم انت. اوكي للاسف كل خططي هتبوظ لو اي حد عرف حاجه عن المرحله الثانيه دي. تخنتوا العهد اللي بينا، عهد الثقة والأمانة. خنتوا الشعار اللي كنت دايما حاطه قدام عينيكم، شعار لا أرى لا أسمع لا أتكلم. أنا كنت عاملكم رجالتي، كنت بعمل لكم مستقبل عظيم مشرق هايل. لكن انتوا اللي حطيتوا النهاية بتاعتكم بإيديكم وخنتوا العهد. الله يا رؤوف بيه ما كان قصدنا خالص. احنا نيتنا سليمة سعادة البيه وإنما الأعمال بالنيات وسمحنا رؤوف بيه وقد قال الشاعر الشاعر خلاص خلاص كفاية يا برهان. احنا كنا فاهمين إن سيادتك يعني مش عايز تعلن عن المرحلة التانية دلوقتي وقلنا نعمل دعاية احنا علشان نفاجئك ونفرحك. خلاص خلاص يا جمعة. مالك خلاص بقى صايب يا فندم. مسامح كريم يا سعادة البيه وقال الشاعر محمد قنديل سامحونا. خلاص الشاعر قال يا ابني اسكت ان انا لو كنت هناك لم اكن. حاضر يا فندم. انسه ماجي في حاجه يا استاذ برهان؟ كنت عاوز اسال حضرتك يعني. تسال في ايه؟ ايه رايك في الجواب؟ الجواب الجواب اللي فيه الدفاع المرافعه. مرافعه ايه؟ الله هو انت ما خدتيش الجواب ولا ايه؟ انا مش فاهمه حاجه. جواب ايه؟ الدكتور وجدي هيخطب نهى اخت ريهام الخميس الجاي. غريبه ما حدش قال لي. ريهام فاتت عليا وقالت لي هي دي هتبقى فرصه هايله. فرصه لايه؟ ان انا اشتري فستان جديد. اوعي تقولي لي هات فلوس. مش عاوزة منك حاجة، أنت ناسي إن البوتيك كله تحت أمري؟ كويس. أي فستان قبل الزبونة ما تشتريه بكون أنا واخداه لفة. عظيم. وبعدين؟ هاخد معاه فارو، بس مش هقول إن أنا عليه عشان ده غالي، هخليه له مفاجأة. وعايزة أنت بقى كام؟ يعني مش كتير، 100 جنيه حق الجزمة والشنطة بس. بس برهان خليه معاك لحسن انا هتهرشه. ما ينفعش تربطه في حاجه. تربطه في ايه؟ ده كلهم منكدين مننا كلهم مصيفين واحنا اللي لابسين غالي وشتوي. اجري دوري على الكلب مصوراتي خباه في البنطلون. اجري. كل الطلبيه بتاع سعادتك هتوصل في ميعادها بالظبط. لا ما انا متفق مع الشحن كل وكلاء الشحن دول بتوعي انا. لا ابدا يا فندم. اي ان شاء الله يا فندم ان شاء الله. مع السلامه. اقعد. انا طبعا مش عايز اخش في تفاصيل وانت عارف انا بعت لك ليه بخصوص الفرير. انا فندم بصراحه مش عارف اقول لسعادتك ايه. اعتذر لسعادتك ازاي انت ومدام نان على الغلطه الفظيعه دي؟ انا مقدر مشاعرك يا برهان. انا حجني يا فندم كله من مراتي
مشكلة، مصرة تقلد الناس اللي فوق ومحدش بيتدبس في بلاويها غيري أنا. هيا الله يكون في عونك. أنا بصراحة يا فندم خلاص، هيا خلاص زهقت، زهقت طعت، مش عارف أعمل إيه. عشان كده بس بلتمس من سعادتك كل الرجاء إنك تتفضل مشكورا وتكلم مدام نانا لحسن، مدام نانا مصرة إنها تفصلها عن عمل. لا 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 أكيد طبعا. لا أنا أول ما عرفت قلت إن أنا مش ممكن، أنا ما يخلصنيش حاجة زي كده. الله خليك يا فندم. بعدين نانا وعايدة أصحاب من زمان وأنت بقيت واحد من رجالتي. الله خليك يا فندم. الحقيقة يا برهان أنا عندي حل بسيط ممكن يرضي جميع الأطراف. الله خليك يا فندم. والحل ده هيرضي نانا وهيريحك أنت وعايدة، ده لو وافقت عليه طبعا. الله خليك يا فندم. برهان أنت هتدفع تمن الفرير. مين؟ ما تنزعجش قوي كده واسمع كلامي للآخر. أنا دفعت 7000 جنيه تمن الفرير لنانا عشان تنسى الموضوع خالص وتسامح عايدة. الله خليك يا فندم. وطبعاً أنت مش هتقدر تدفع مبلغ زي ده. الله خليك يا فندم. بس ممكن تديني الشيك بالمبلغ. مين؟ اقعد يا برهان اقعد. أيوة فندم، بس الشيك ده مسألة شكلية، حاجة كده بس عشان نانا تقتنع إني قبضت تمن الفرير. سعادة البي ده شيك بدون رصيد، يعني جناية. أنا مش فاهم أنت مكبر المسألة كده ليه؟ هو أنا هاخد الشيك وأروح أشتكيك؟ ما أنا كنت هشتكيك، ما كنتش بعتلك عشان نتفاهم. بعدين لو عاوز تسدد تمن الشيك أنا ما عنديش مانع. أقول لك، أنت ممكن تقسط الشيك ده على 20 سنة مثلا ونسيب تاريخه مفتوح، بحيث لما تيجي تسدد آخر دفعة نقطع الشيك. أنت وضميرك بقى. نعم. الله خليك يا فندم. تعال تعال يا برهان تعال. شفت إن الحل بتاعي ريحك إزاي؟ امضي امضي وادعي لي. أنا يا عايدة؟ أنا تعملي فيا كده؟ ده أنا راجل محامي، يعني دارس قانون، أمضي على شيك من غير رصيد؟ عشان إيه؟ عشان حضرتك عايزة تلبسي وتتظهري قدام الناس وتبني على حقيقة غير حقيقتك؟ عايزة تتشعلقي مع الناس اللي فوق وقوم تكسري رقبتي أنا؟ يا برهام ما هي غلطتك برضو، مين قالك تمضي على الشيك ده؟ يا السلام؟ افرضي ما كنتش مضيت، كان إيه اللي هيحصل؟ يعني أنا كنت هتشتكي في الاسم، يحبسوك أنت ولا يحبسوني أنا؟ رؤوف بيه كان هيفصلك أنت ولا يفصلني أنا؟ لا يا هانم، لا 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 لا، الغلطة مش إني أنا مضيت الشيك، الغلطة غلطتك أنت يا عايدة. على قد لحافك مد رجليك، إنما حضرتك ما خليتناش حاجة نتغطى بيها. خلاص بقيت عامية مش شايفة غير نفسك، طرشة مش سامعة غير صوتك. وأنا أقول يا رب هتتغير واصبر، الأحوال هتتغير يمكن تتصلح، إنما أنت فين؟ مفيش. فاكرة؟ فاكرة؟ فاكرة البرنيطة يا هانم؟ فاكرة مكنة التريكو؟ فاكرة القماش بتاع المرايل؟ فاكرة الناس اللي اتخربت بيوتها بسببك؟ كل ده وانا اقول يا دي استحمل عشان الولاد، يا دي اسكت عشان الولاد، انما انت فين عشان عايزة تطلعي فوق فوق وانت مالكيش خالص، مالكيش في الحتة دي، فاهم يعني ايه؟ حرام عليكي بقى، حرام عليكي يا شيخ، حس بيا، حس بيا وحس بولادك وقعدي في بيتك بقى تلمي بقى، حرام عليكي حرام عليكي. وبعدين انت بتكلمني ليه كده؟ هو ازاي يمضيك على 7000 جنيه؟ هما مفروض 5 بس، هما عايزين يكسبوا مننا. وجلس زهدي حزينا باكيا متألما. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا نعي حظه. ايه قاعد تكتب وصية حياتك؟ برهان انا خلاص يا برهان ما بقتش داري باللي حواليا. ليه مضيت على شيك انت كمان؟ يا ريت كان ارحم. طول النهار والليل عايش مع حماتي وحماي عمالين يزعقوا ويتخانقوا مع بعض، واذا همدوا شويه تسيبه وتتخانق معايا انا، لو همدت شويه تفتح التلفزيون وتعلي صوته وتوجوش عليا، الدنيا مزهقاني. عشان كده جاي تكتب هنا؟ عذاب الانسانيه. ايه دي قصه حياتك؟ لا يا برهان، قصة عذاب الإنسانية، الإنسانية المشردة واللي ضايعة زي قصة حياتي. تصور يا برهان
انا اكتب على نفسي شيك ب5000 جنيه بدون رصيد واديه لرؤوف بيه علشان اخد شقه مفروشه اقعد فيها واتفرغ للادب بعيد عن حماتي وحمايا، يوم يسيبوا شقتهم وييجوا يقيموا معايا اقامه دائمه؟ يا راجل يا مجنون انت، الله، حد يروح النار برجليه ويمضي على شيك بدون رصيد؟ انت عارف دي عقوبتها ايه؟ يا سلام، ما هو الحال من بعض، انت ناسي ان انت كمان ماضي على شيك بدون رصيد؟ بس انا تفرق، انا غصب عني. لا يا حبيبي، ساعتها مفيش فرق. ايوه انا رايي مفيش فرق. بعدين انت خايف ليه؟ ايه اللي هيخوفك؟ بعدين لو روفي عايز يعمل حاجه او يحبسنا ما كانش ادانا الشيكات من اصله. لو ما خدش الشيكات ليه؟ علشان يضمن ان احنا ما نسيبوش، عارف ان احنا موظفين نقطه ومن حقه انه يتمسك بينا. عارف يا جماعه، كنت فاكر ان الفلوس دي هتساعدني، كنت فاكر ان اول ما اشتغلت مع رؤوف بيه ان احقق احلامي. صدقني الفلوس كترت من هنا، المشاكل زادت من هنا. زمان كنت بقبض 100 جنيه عمري ما اتدينت، النهارده بقبض 1000. تعال اسالني بقى معاك كام؟ الحل من بعضه. تخيل يا برهان، زمان لما كنت بقبض ماهيتي المتواضعه كنت بحوش منها اخر الشهر، دلوقتي بستلف من رؤوف بيه اخر الشهر علشان اكمل بقيه المصاريف. فعلا كل ما الفلوس زادت كل ما الطلبات زادت. صباح الفل. صباح النور. اتفضلي الورده دي علشانك. متشكره. انت ايه حكايه الورد معاك؟ انا بحب الورد والياسمين والفل والبنصين. ويا ترى حبيتهم كده في يوم وليله؟ انا طول عمري بحبهم، بس كنت مستني الفرصه اللي اظهر لهم فيها حبي. هو رؤوف بيه ما جاش ولا ايه؟ لا، مسافر. مسافر؟ مسافر فين؟ معرفش. تعرفيش ازاي؟ وازاي ما قاليش؟ هو لازم يستأذن من سيادتك؟ لا ما اقصدش، بس برضو يعني لازم يقولي عشان الشغل. طيب والاستاذ جمعه ما جاش ولا ايه؟ استأذن ساعة بدري عشان وراه مشوار مهم. جمعة مش هنا و رؤوف بيه مسافر. طيب أنا في مكتبي بشوف شغلي. أنسة ماجي، لو سمحت لحظة. أفندم يا أستاذ برهان، أنت إيه رأيك فيا؟ مش فاهم. قصدي يعني أقصد أقول إيه رأيك، يعني أنا عاوز رأيك المهني بصفتك سكرتيرة. حضرتك موظف مجتهد ومحامي كفر. طيب انت ايه رايك في الحب؟ استاذ برهان، ارجوكي يا انسه ماجي تجاوبي بصراحه، ده جزء من العمل. الحب هو اعظم المشاعر الانسانيه واسمها. الحب هو الشيء الوحيد اللي يخلي الانسان يضحي ويعمل اي حاجه عشان الطرف التاني. بالظبط. شفتي انا بقول الكلام ده. طب انت ايه رايك بصراحه كده، عايز اعرف ايه مواصفات فارس احلامك؟ انا؟ ايوه. أنا فارس أحلامي لازم يكون راجل شاه نبيل، مهنته محترمة، شيك. ده أنت أكنك بتوصفيني يا ماجي. ويحبني زي أنا ما بحب. أيوه أنا يا ماجي. صباح الخير. نور. عن إذنك. طيب هنكمل المقالة بعدين إن شاء الله. أنت إيه اللي جابك دلوقتي يا أخي؟ خلصت مشواري. طيب ما أنا بخلص دلوقتي المشوار، أكيد كنت لسه هعترف لها بحبي. ايه مالك؟ الناشر مش عايز ينشر قصتي، عذاب الإنسانية. طبعا يا ابني اتجننت، حد ينشر حاجة اسمها عذاب الإنسانية؟ عايز 5000 جنيه علشان يضحالي. تصور يا برهان، 5000 جنيه. طب وبعدين؟ مفيش، أنا بلجأ لك، مش أنت صاحبي؟ مش فاهم. عايزك تسلفني المبلغ. أنا؟ أيوه أنت. أسلفك منين؟ أنت مجنون وأنا حيت مليم.
ولا عيد 5000 تعريفة حتى، كله بصرف أول بول. بعدين ممكن أكتب لك شيك؟ شيك إيه بس يا برهان؟ اسمع، مفيش غير حل واحد، عليك وعلى رؤوف بيه، يديك المبلغ وأنت تديله شيك. أيوة صح، هو مفيش غير الحل ده. بس هو رؤوف بيه راح فين؟ مسافر. سافر؟ سافر إمتى وراح فين؟ معرفش، لا أعلم شيء. بس اسمع، أما يرجع واتفقت معاه اوعى تجيب له سيرة انك عايز الفلوس دي عشان الرواية اسمها عذاب الإنسانية. لا لا، اوعى تقول له سيرة الاسم، لو عرف ممكن يسجنك ويسجنني معاك. الحمد لله على السلامة يا فندم. ألف الحمد لله على السلامة يا رؤوف بيه. الله يسلمكم. حقيقة أنا كنت عايز أتكلم معاكم في موضوع مهم أوي، لازم يتعلق بقرار السفر المفاجئ. أنا فعلا سافرت عشان أتفق على شركة جديدة، شركة تصدير واستيراد. احنا هنصدر ونستورد كل حاجة والعملاء جاهزين، وانتوا هتبقوا اصحاب الشركة دي. احنا؟ ايوه، الشركة دي هتبقى باسمكم. افهم بس احنا يعني لمؤاخذة يعني ما نفهمش لا في الاستيراد ولا في التصدير. انا بفهم وهخليكم تفهموا شوية شوية. طب يا فندم، مشروع ابراج المعادي؟ لا خلاص، ده انتوا ملكوش علاقة بيه، المشروع دخل في مرحلة التنفيذ وده شغلي أنا. أيوة يا فندم، بس معناها إيه إن إحنا هنبقى أصحاب الشركة؟ يعني كل المعاملات هتبقى باسمكم أنتم، من أول السجل التجاري والضريبي حتى الرصيد بتاع الشركة اللي في البنك. طب حضرتك؟ أنا هكون بعيد تماما عن المشروع ظاهريا، لكن في الواقع إحنا بنشتغل مع بعض. ما تستغربوش، ساعات السوق بيفرض على الإنسان تصرفات غريبة شوية. أنا ما حبيتش أحط اسمي على المشروع عشان المنافسة، لأن لو كان اسمي على المشروع المنافسين هيتعمدوا إن هم ينافسوني، لكن أنتوا ما افتكرش إن في أي حد ممكن ينافسكم. وبعدين لما المشروع يكبر ويقف على رجليه ساعتها أقدر أظهر في الصورة. وحنبقى برضو في الشركة دي هنشتغل بمرتب برضو؟ لا، الشريك ما ياخدش مرتب، بيبقى ليه حصة في الأرباح. يعني مؤقتا هنبقى احنا الثلاثة شركة بالتساوي، ده بيننا وبين بعض، لكن على الورق انتوا الاثنين بس اللي شركة. فهمتوا؟ بس انا ليا شرط واحد. اشرط يا رؤوف بيه تحت امرك. ايوه يا فندم، احنا من ايدك دي لايدك دي. انا مش عايز حد يعرف اي حاجه عن الشركه الجديده دي ولا مرات اي واحد فيكم. انا عارف انها مساله حساسه، لكن تاكدوا من حاجه، تاكدوا ان لو عرفت ان اي حد فيكم نطق بكلمه واحده عن الشركه الجديده ديت يعتبر نفسه في الشارع. ده كلام يا رؤوف بيه، واحنا عيال؟ عيب، احنا اتجننا. ايوه يا فندم، وبعدين احنا شعرنا طول عمرنا نحن لا نرى، نحن لا نسمع، نحن لا نتكلم، نحن لا نفعل شيء. عظيم. ودلوقتي اتفضلوا على مكاتبكم. متشكرين جدا يا فندم. مع السلامة. جاب لها عقد ب 33,000 جنيه. ما بتردش ليه؟ جريه، احنا مش زعلين مع بعض ومخصمين ما بنتكلمش؟ مهنا صالحتك، صالحني بقى. بايه يا حصر؟ مهنا حيلت حاجة؟ متغاظي قوي يا برهان، ليه ما عزموناش؟ الحمد لله انهم ما عزموناش. ليه بقى؟ ليه بقى؟ هنجيب منين حق فستان شيك لحضرتك عشان تروحي بيه؟ أستاذ برهان. ماجي؟ أنت اللي كتبت القصيدة دي؟ أيوه أنا اللي كتبتها. أقدر أفهم إيه معنى الكلام ده؟ معناها إني خلاص مش قادر أخبي، معناها إني أنا قلبي إليك ميال ومفيش غيرك على البال، أنت وبس اللي حبيبي. يعني أنت اللي كتبت؟ أيوه، ومستعد أكتب ألف واحدة زيها عشان تحس بيا وتحبيني. غريبة، أنت مش متجوز وعندك أولاد، إزاي تقول كلام غريب زي ده؟ ما هو ده سبب عذابي، ده سبب تعاستي. ماجي ما تتصوريش إن أنا سعيد في بيتي.
انا بتعذب يا رب ارحمني، انا بتعذب، ما حدش هيرحمني، ما حدش حاسس بيا، ما حدش هيحس بيا الا لو تريحيني وتفتحي لي قلبك. ماجي انا مستعد اعمل اي حاجه عشانك، انا مستعد اي حاجه، اي حاجه، بس امري اطلبي مني. لا الكلام هنا مش هينفع، الحيطان ليها ودان. طب نتكلم فين؟ بره، نتقابل بره. هقابله بكره وبعد بكره. ايوه يا استاذ مسعود، خلصتوا الكتاب؟ ها؟ لسه في بروفة تانية؟ وتالتة؟ ورابعة؟ ليه؟ هو كتاب جملي؟ طيب، لا على مهلكم. المهم عايز الورق فاخر، عايز طباعة فاخرة. أيوة. نعم؟ عايز 1000 جنيه كمان؟ أيوة، بس أنا هجيب لك منين؟ أنا ما معيش فلوس. لا أرجوك. اشتغل انت. ايوه انا هكتب لك شيك بالمبلغ، وان شاء الله اول ما ابيع الكتاب هبقى اسدده لك. طيب وهو كذلك. جمعة. مع السلامه. جمعه بارك لي، هنيني، طاقه القدر اتفتحت لي. ايه الفت كتاب انت راخر؟ لا كتاب مين، انا خلاص اعترفت لماجي ان انا بحبها. تبقى مجنون وهتتسبب في فصلنا احنا الاثنين من الشركه. فصل مين يا راجل؟ ده هي كمان اعترفت بحبها ليا. يبقى انتوا الاثنين مجانين. لا اسمحلكش تقولش احنا اثنين مجانين. انا تحت امرك مجنون زي ما انت عاوز، انما ماجي ما اسمحلكش. ماجي انا مش مصدق نفسي، انا بحلم، خايف افوق اصحى من الحلم ده الاقي نفسي بحلم تاني. لا انت ما بتحلمش، انا قاعده قدامك اهو. انا بحبك. وطي صوتك، انا عايز اتجوزك بسرعه كده. صدقيني يا ماجي انا بقالي شهور وانا بتعذب يا حبيبي، وانا مش دريانه. شفتي النهارده هنزل اشتري لك دبله الخطوبه. لا يا برهان، اديني فرصه افكر. الله، انت مش قلتي انك؟ ايوه يا برهان، بس لازم اختبرك، الحب مش كل شيء في الدنيا، لازم تثبت لي حسن نيتك الاول. انا مستعد اعمل اي حاجه تطلبيها مني عشان اثبت لك حسن نيتي. يبقى تنفذ كل اللي هقول لك عليه. انفذه من غير ما تفتح بقك بولا كلمه ولا حتى تسال. هلوم ده شعاري من ساعه ما اشتغلت مع رؤوف بيه، لا اسمع لا ارى لا اتكلم لا استحم. عظيم، وانا مش عايزه اكتر من كده، بس مع التانيين. مش فاهم. انا عايزاك تشوف وتسمع وتقول لي على كل حاجه بيعملها رؤوف. ايوه لكن ها قلنا ايه؟ من غير اسئله، ده شرطي الوحيد. وانا موافق على اي حاجه. بتحبيني يا ماجي؟ بموت فيك يا برهان. طب مش تطلبي لنا لقمه ناكلها؟ معدتي بتلطم. انا عارف ان اي اعتذار مش هيمسح اللي حصل، ومع ذلك بعتذر. يعني ارجوك تقدر موقفي وتقبل اعتذاري. البنت دي خدعتنا كلنا يا برهان. حصلش حاجة يا رؤوف بيه؟ لا حصل، وأنا غلطت. مش عيب إن الإنسان يغلط، لأن مفيش حد معصوم من الغلط. الغلط إننا ما نعترفش بالغلط لما نغلط، ولا الكلام ده غلط؟ غلط، صح يا سعادة البيه. عشان كده أنا بعتذر للمرة العاشرة. أولادك شرفاء وأشرف من الشرف. وعلى رأي المثل هذا الشبل من ذاك الأسد. ما دام الأولاد شرفاء يبقى أبوهم مثال الشرف والأمانة. وأنا بصراحة بيسعدني قوي ان يكون في واحد زيك في شرفك وامانتك عندي في الشركه. واكمالا للاعتذار احب اقول لك ان نانا اخذت الاولاد وعملت لهم اشتراك في النادي ب 1500 جنيه. قلت ايه؟ اقول يا سعاده البيه انا متشكر قوي. طيب حضرتك عاوز حاجه مني؟ الحقيقه يا برهان في حاجه صغيره قوي، دقيقه واحده. اتفضل. ايه ده؟
ده شيك ب 1500 جنيه عايزك تمضي لي عليه امضه صغيره. امضي لي بعدين يا برهان، تمن اشتراك الاولاد في النادي. لحقت تنسى يا برهان؟ هو انا لحقت؟ انا اسفه يا استاذ برهان، معلش والله انا حاولت اقنعها لكن كانت مصره انها تسحب القضيه منك، وارجو ما انك ما تفهمش المساله غلط. معلش. طب وانت يا استاذه؟ انا حاولت اقنع نهى لكنها بتقول يعني انك من ساعه ما اشتغلت مع رؤوف بيه وما بقتش متفرغ للمحاماه. فعلا الانسه نهى معاها حق، وانا من بقيت مشغول قوي الحقيقه من ساعه ما كونت شركه استيراد وتصدير انا وجمعه، فعلا وقتي بقى ضيق وبقيت مشغول وبقيتش فاضي بقى للمحاماه والقضايا. شركه استيراد وتصدير؟ لا انت ما عرفتيش ولا ايه؟ لا طبعا. لا انا عارفه حضرتك احنا كبزنس مان يعني رجال اعمال نحب دايما شغلنا يبقى في السر يعني. فالنق والناس والكلام. وانا كنت ناوي اقول لحضرتك يعني الحقيقه واعتذر عن القضيه واقول لك يا ريت تديها لمحامي تاني، بس الحقيقه وقتي ضيق كنت مشغول. يعني الحمد لله اذا كان على مقدم الاتعاب. لا لا لا، ازاي مقدم الاتعاب؟ ده من حقك، حضرتك مسكت القضيه ومشيت في الاجراءات، يبقى مقدم الاتعاب من حقك. انا برضو بقول كده. ايوه يا فندم. قرقتش المقاولات. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضل شاي كده حتى. مش ده اسامه جوز ريهام؟ هو. احنا مالنا؟ يلا. ده يا فندم تسجيل للشركة في السجل التجاري وسجل المصدرين. عظيم جدا يا جماعة. كل حاجة تمام يا فندم، احنا خلاص اشهرنا الشركة في الشهر العقاري وحطينا رأس المال، ما فضلش بقى غير ان احنا نمارس نشاطنا الفعلي. ان شاء الله قريب قوي. على كل حال دلوقتي ممكن تتفضلوا على مكاتبكم. شكرا جدا. شكرا. لا مؤاخذة، هو أسامة بيه كان بيعمل ايه هنا؟ مخصوم منك 3 ايام يا برهان، لاني قلت اللي يشتغل معايا هنا هوت ما يسالش ولا سؤال. انا كان قصدي 5 ايام يا برهان. اتفضل على مكتبك. خد يومين من عندي بس قول لي. اتفضل يا برهان. الباب من هنا. ايوه رؤوف بيه مش فاضي. رؤوف بيه مشغول. كنت فين يا جمعة؟ معلش يا فندم، ما هو اصل الو. وايه اللي في ايدك ده؟ لا لا ابدا، دي قصتي عذابي الانسانيه. اللي كلمت سيادتك عنها الروايه بتاعتي. اتفضل حضرتك، دي نسخه عليها الاهداء باسم حضرتك علشان تقراها قبل النوم. الو. خد ودي نسخه ليك علشان تقراها الصبح. الو، وانا معايا قصه عذاب الانسانيه، هبعت لك نسخه. خلاص 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 يا فندم. اسمعني كويس، هبقى من المشاهير يا فندم، كل الجرايد والمجلات هتتكلم عني. ما قلنا خلاص يا ابني، قلنا خلاص، قلنا خلاص. عشان عايز اهديله نسخه. اهديله في التليفون، تهديله في يا اخ. ده انت غريب يا جمعة. اسمعني يا جمعة، ممكن تسمعني للاخر؟ ارجوك اسمعني. اسكت. انا اتصلت بالعملاء بتوعي في ايطاليا والشحنه جاهزه، معلبات فواكه وخضار، وانتوا الاثنين هتسافروا تشرفوا على الشحنه دي. احنا ايوه انتوا، امال عايزين تبقوا اصحاب شركه ازاي؟ حاجه غريبه. ادي تذاكر الطياره، وادي 1000 دولار لكل واحد فيكم لزوم المصاريف. 1000 دولار؟ اول ما هتوصلوا مطار روما هتلاقوا العميل مستنيكم، هو هيقوم بكل حاجه. ايوه ايوه، لكن مش عايز اسمع اي اعتراض. يكون في علمكم انا عايز الحكايه دي تبقى سر. سر؟ سر طبعا. ايوه سر، مش عايز اي حد يعرف ولا مرات اي واحد فيكم. سر يعني سر. سر يا فندم، بس ممكن اغير دي عليها مش باينه. خلاص يا جمعه، انا عايزكم تمشوا دلوقتي عشان تجهزوا للسفر. انا حجزت لكم في اوتيل النهارده عشان هتسافروا بكره في الفجر، يعني النهارده قبل نص الليل تكونوا موجودين في الاوتيل. مفهوم؟ مفهوم يا فندم. يلا. ممكن اغير دي جمعه؟ يلا. طب اخد دي للعميل اللي هناك. خد للعميل علشان يبقى. يلا يا برهان، يلا يا برهان. طب مؤاخذه يا فندم، كرسي بس. انتوا ناس متعبين يا ابني، ما تعدهمش دلوقتي. حاضر.
هتعد عليا ولا ايه؟ عايز حاجه من روما انت؟ انا مش عايز اي حاجه، اتكل على الله. يلا. هو الدولار بكام دلوقتي؟ سلام يا جمعه. هتغير ايه تاني؟ دي مقطوعه بس معلش، غيرها من البنك هناك في المطار يا جمعه. هو في بنك في المطار؟ في بنك في المطار يا جمعه. مش عايز اشوف وش حد فيكم تاني. التذاكر دي لوحدنا ولا الناس هتقعد فوقينا؟ لا لوحدكم ورايح جاي. شكرا. بقول لك ايه يا بيه معلش. ايوه يا جماعة. الدولار ده مقطوع عايز اغيره في البنك. هيغيروا لك كل حاجه. طب كل اللي انت عايزه في البنك. ما شفتش برهان؟ خرج خرج. الحقوا. مش ممكن ابدا الناس دي. مش عارف اعمل معاهم ايه. هو جمعه ما جاش؟ لا ما جاء. لا انا هنا خير. لا في بره. طيب يلا سافروا سافروا. انت قلت سافروا؟ فلوس ايه دي يا اسامة؟ لا دي مكافأة خدتها من الداخلية. مكافأة؟ ما قلتليش عليها ليه؟ لا اصلها مكافأة سر. قمت بمهمة سرية فالداخلية صرفت لي مكافأة سرية. مكافأة سرية حتى على ارهام؟ لا طبعا يا حبيبتي، ما انا كنت ناوي اقول لك طبعا، بس انا حبيت اعملها مفاجأة ليكي. على العموم جت في وقتها. اهو البيت محتاج شوية تغييرات، عايزين نعمل الحمام. لا ارجوك يا ريهام. في ايه يا وسام؟ لا الحقيقة اصل الفلوس دي محتاجها في حاجة تانية. حاجة تانية زي ايه؟ بعدين هقولك يا ريهام. البدلة الخضراء القديمة بتاعتي فين؟ اللي كنت بتلبسها في ثانوي؟ اه ما وديتها لبتاع الربابيكيا. الكلام ده من 5 سنين. ربابيكيا؟ ايه ليه توديها لبتاع الربابيكيا؟ حد قالك وديها الربابيكيا؟ جرايه يا برهان، ده كمها بقى لغايه قفاه. انت مالك؟ انا بلبسها بقفايا. الله حاجه عجيبه. برهان البنطلون كله عته. انا بحب البسه بالعته. انت مالك انت؟ طب فين القميص المشجر بتاع الاعدادي اللي كنت بتلبسه في اعدادي يا برهان؟ انت بتتكلم بجد؟ مسحت بيه البلاط يوم جوازنا. مسحت البلاط اودي وشي فين؟ بس قميص الاعدادي اتمسح بيه البلاط ويوم جوازنا؟ يعني جوازنا في البلاط؟ هقول للناس ايه؟ اقول لهم ايه بس؟ برهان في ايه؟ انا مش فاهمه حاجه. افهمك يا ستي، بصراحه القميص والبدله دي انا مستلفهم من واحد صاحبي جنب امبارح طلبهم مني. يجي يطلبهم منك بعد 15 سنه يا برهان؟ هو حر الله امانه. اقول له ايه دلوقتي؟ اقول له ايه؟ اقول له ايه؟ ده حاجه تكسف، ده عيشه بقت تقرف. البيت ده خلاص ما بقتش استحمله. صدقيني البيت ده بقى نكد. كل حاجاتي بتتبدد، كل هدومي، كل ثروتي، كل ممتلكاتي دي اثار بالنسبه لي. اثار اف حاجه تقرف. حد يا ناس يوضب لي شنطتي ولا حاجه، عايز اطفش خلاص. انا زهقت، لازم ارتاح. حاجه تقرف. كفك. يا سلام يا سلام يا برهان يا اخويا، لو شفت وفاء وانا بتلكك لها. لو ايه رحت البيت علشان اتخانق مع باباها ومامتها عشان الزعيق اللي بيزعقوا بتاع كل يوم، لقيتهم اتصالحوا. فين؟ ولا عايده وانا بقولها فين يا بنت بدله الثانويه العام؟ ودي تلاح. طب فين قميص الاعداديه؟ تيست ما تعرفها. يلا يلا بينا على الاوتيل. لا اوتيل ايه يا راجل؟ استنى كلها كام ساعه ونطلع على المطار على طول، وبعدين نوفر برضه. هتوفر ايه؟ هتوفر ايه يا برهان؟ رؤوف بيه هو اللي حاجز لنا وهو اللي هيحاسب. بجد؟ ما يبقى برضه نروح الواحد كده يريح جسمه وياخد له شاور. ياخده بيتباع هناك؟ حمام بالطلياني اسمه. شاور. طب بقول لك ايه؟ مش كان واجب برضه ناخد النظارات معانا بدل ما نقعد نلطش لغايه روما؟ نظارات وانت طالع روما بنظاره؟ يقبضوا علينا يا راجل. هناك بقى احط لك عدسات سلايدز. طيب ايوه واشوف من غير نظاره؟ من غير حاجه خالص. طب يلا بينا. يا راجل شنطتك، خد شنطتك. يا فين؟ دي. معلش.
يا الشنطه تقلي كده ليه؟ اتكل على الله. انا كنت جايبها اخف من كده. اتكل على الله. برضه حاجه غريبه، انا افتكرت كل الادباء والمثقفين والصحفيين هيستنوني واستقبلوني بالاحضان والهتافات بعد ما قروا عذاب الانسانيه. بعد ما قروا قاعدين يبكوا يعيطوا يلطموا مش فاضيين يعيطوا. طب بس يا جدعان على السلامه، عايزين نشتري اللي على الباسبور عشان في نقد. يعني اهلا يا اهلا يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. الاستاذ برهان المحامي اهو. اقبضوا عليك. يبقى حضرتك الاستاذ جمعه بن يوسف اهو. اقبضوا عليك. طب اتفضلوا معايا. يمكن الحفله مستنينا في الحفله. الحفله جوه اتفضلوا. والله طب يلا يا حسين، زمان مستنينا على نار. الاخوه معانا برضو. الاخوه معانا. هادوا عسكري التواور. مش كنا جبنا محامي معانا برضو للظروف دي؟ امال انت ايه؟ رؤوف بيه موجود. رؤوف بيه في ايه يا ماجي؟ برهان وجمعه اتقبض عليهم في المطار. بتقولي ايه؟ زي ما بقول لك كده، ده اللي حصل. ايوه اهلا يا رؤوف بيه. لا لا لا، ازاي ده حصل؟ ده انا موصي عليهم بنفسي. لا لا ما تقلقش، اطمن. أنا هروح المطار وأشوف إيه الحكاية. اطمن؟ اطمن خالص. شكرا. أهلا أهلا أهلا. أهلا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. أهلا يا أبو. الله يسلمك يا رب. إيه مالكم؟ حصل حاجة؟ بصراحة يا روبي حصلت حاجات كده مش حلوة يعني. أيوة يا روبي، فتشونا في المطار، ما اكتفوش بتفتيش الشنط، لا فتشونا احنا كمان تفتيش ذاتي. ايوه بس انا ما سكتش. لا لا لا، ده انا عملت ازعرينا. قلتلهم لا خلي بالك انا راجل بتاع قانون، ما تفتش، مش اي حد يتفتش. ايوه خافوا بس بعد ما فتشوني. تصور يا رؤوف بيه، قلنا لهم ان العينات دي رايحه لرؤوف بيه ولا سالوا فينا؟ هما ما بيحترموكش ليه يا رؤوف بيه؟ قول لي يا برهان. نعم. انتوا قلتوا ان العينات ديت لرؤوف بيه؟ قلنا لهم. كلهم قالوا رؤوف مين؟ مين رؤوف ده؟ ولا سمعوا عنك حاجه. الحاجه الغريبه ان لولا اسامه بيه هو اللي تدخل في الموضوع كان زماننا بنتفتش لغايه الصبح. صح؟ يعني اللي كلناه وز وز في روما طلع علينا بط بط هنا. وعملتوا ايه في روما؟ عملنا كل اللي حضرتك طلبته مننا. رحنا كل المحلات اللي سعادتك قلت لنا عليها وجبنا لك كل العينات اللي طلبتها. هايل. لا مش هايل يا فندم. تصور حضرتك المحل اللي قلت لنا عليه علشان نجيب منه المروحه جبناها بخمسين جنيه، نقوم ندفع عليها جمرك 100 جنيه؟ معلش يا جمعه معلش. لا معلش يا سعاده البيه، انا ارفع قضيه واطلب لك الفرق. لا معلش. لا لا مش معلش، ده حقك يا راجل، هطلب الفرق. خلاص يا برهان. مفيش خلاص، هرفع قضيه واطلب الفرق. لا خلاص يا برهان. يبقى خلاص يا برهان. معلومه يا فندم، اذا كنت زعلان ومش عايزها انا اخدها واقسط ال 150 جنيه. لا تشكر قوي. طب الله يخليك يا فندم. انتوا تعبانين فتروحوا دلوقتي ترتاحوا، وبكره الصبح اشوفكم في المكتب. طب يا فندم بس اسمح لي بكل تواضع، انا جبت حضرتك هديه صغيره استاذ جمعه. برنيطه حمراء بتاعه الباتشينو شخصيا، وبالطو صوف العسكري الطلياني يا افر. متشكر قوي يا برهان، استعملهم انت، انا مش عايز اي هدايا. انا كان نفسي فيهم، ربنا يخليك. وبعدين يا فندم مش تبارك لنا حضرتك؟ ليه؟ ركبنا على سيات هناك في ايطاليا. الف مبروك. مش محتاجين للنظارات. يلا اتفضلوا. مع السلامه. السلام عليك. عليكم. مع السلامه. السجانه دي مش انت دي. على مهلكم. ايوه حاضر يا فندم. يلا قوم. مع السلامه. مع السلامه. بكره في المكتب ان شاء الله. ان شاء الله. احنا معانا مكرونه. عايز؟ شكرا. الحمد لله على سلامتهم يا رؤوف بيه. الله يسلمك. كنت بعتهم ايطاليا عشان يجيبوا لك مروحه؟ لا مش مروحه، بس انا بعتهم يجيبوا عينات للشغل الجديد اللي هشتغله. الشنطه دي هتلاقي فيها عينات لمفارم وكاسيتات وكل اللي انا هشتغل فيه. بس كل كوم اللي في الشنطه والمروحه دي كوم. اصلها رخيصة قوي. ايه
حرامي. بابا جه، بابا جه. ازيك يا بابا؟ جبت لنا ايه يا بابا معاك من ايطاليا؟ ايطاليا؟ ايوه يا بابا ايطاليا، ما هي ماما راحت الشغل وعرفت كل حاجه. ليه بس كده؟ ليه يا عيال بتقولوا له ليه؟ مش تستنوا على بابا عبال ما يحضر كدبه جديده زي اللي ساب بيها البيت؟ ابوكم ممثل كبير يا عيال واحنا ما نعرفش. تعالى هنا، مال وشك اصفر يا عكر. على اوضكم يا حلوين يا حبايبي، على اوضكم يا امامير. الصبح تلاقوا الهدايا على السراير. يلا يا حلوين، عارفين جبت لكم معايا ايه يا اولاد؟ ايه يا بابا؟ مكرونه. عايده افندم، سمحتي؟ ارجوك يا عايده، رؤوف بيه هو اللي قال لنا المشوار ده سر وما نجيبش سيره لحد. كذاب، لانك عمرك ما خبيت عليا اي سر. انا اسف يا حبيبتي، واوعدك انها اخر مره. مستحيل. عايده انت لو تعرفي انا ازاي كنت بفكر فيكي في الرحله. انا ما فيش ثانيه غبت فيها عن فكري. ده حتى ريحتك كانت من عنشاني طول الرحله. جبت لك معايا هدايا وحاجات. صحيح طبعا. ايه جبت لي ايه؟ مبشر، مبشره بصل 3 سيستم، تحط البصلايه تطلع متمبشره جاهزه. لكن ما جربتش تحط بني ادم فيها من ناحيه دي، ما تعرفش الناحيه الثانيه يطلع ايه. العنف لا، جرب، انا هجرب فيه. لا عنده ما انا يا برهان، انا مراتك تعمل فيا كده؟ ارجوك يا ماجي اهدي. انا تقول لي خطفت الرجاله؟ ماجي الناس حوالينا. انا تقول لي ابوس المفشكله دي؟ عشان تعرفي بيه. انت لسه زعلانه؟ عارفه لو ما نفعتش الحلول السلميه هرفع لك عليها قضيه تعويض، قضيه سب علني بدون مناسبه، واطلب اللي انت عايزاه، بس بفكرين نشوف لك محامي شاطر يجيب لك فلوسك. امال انت ايه يا برهان؟ انا لوير. لكن غريب. ايه اللي غريب؟ امال هما فتشوكوا في المطار ليه؟ مش عارف، الظاهر كانوا فاكرين معانا فيديو او فاكريننا تجار شنطه. فكرتيني، انا اعمل لك حته مفاجاه جنه. شوفي جبت لك ايه من روما؟ خاتم الماس حر طلياني عشان ايديك الحلوه. صحيح يا برهان؟ صحيح يا ماجي. افتحي. ها؟ خلاص؟ فين؟ العلبة فاضية يا برهان. فاضية يعني ايه؟ الخاتم فين يا أخ؟ خاتم ايه؟ خاتم الالماس. ايه ده؟ خاتم ايه؟ حرامية يا نصابي. احنا خدنا حاجة من ايوه، من ساعة ما جيت وانتوا عينيكوا مني بتقول لي الافندي اللي جاب خاتم من روما، صح؟ ده يوم ايه ده؟ الخاتم اللي احنا خدنا منك حاجة يا استاذ. انت ازاي يا هاني بتعملي كده؟ ها؟ ازاي تروحي لها الشركة هناك وتهزقيها؟ الله، ده مكان عمل، مكان محترم. وانت زعلان ليه؟ ازاي تعملي كده؟ ازاي تمسكيها وتتخانقي معاها وتضربيها بالروسيه وتعضيها وتقولي لها انت ما اعرفش انت ايه وانت يلي ايه وانت ايه؟ يا سلام، هو ده اللي مزعلك قوي؟ انا راجل اسمع بهذه الالفاظ، انا راجل مثقف ومتعلم، ازاي اعمل ايه انا دلوقتي؟ انت خليتي سمعتي في الطين. بقول لك ايه؟ اتلم. انت ايه؟ واخدني في دوكه ليه؟ ايه اللي جرالك؟ اتغيرت قوي من ساعه ما اشتغلت مع رؤوف. سهر بالليل، واخد بالك من روحك قوي، وبتتشايك. وين حكايه البرفان دي؟ على طول بتحط برفان، في ايه؟ ايه برفان ده؟ معرفش، بلاش البرفان. ايه حكايه القصايد اللي بتكتبها دي؟ قصايد ايه؟ انت فاكر ان انا معرفش؟ القصايد اللي بتكتبها للسكرتيره يا استاذ. انا ما اكتبش الحاجات دي، ده جمعه هو اللي بيكتب قصايد. جمعه؟ وجمعه هو برضه اللي اتلكك لمراته عشان يلم هدومه ويسيب البيت؟ انا عايز اعرف اشمعنى رؤوف انتوا الاثنين اللي بيصفركم، وانتوا الاثنين اللي بتقبض عليكم في المطار. ايه ده، انت عرفتي؟ طبعا، ولولا اسامه جوز ريهام كان زمانكم في التخشيبه يا سوابق. لا احترمي نفسك. سوابق ايه؟ تجننتي هاني مع الحتاج؟ كامل فاهم ده؟ سوابق قال اخر الزمن. حتاج كلام فارغ.
احنا هاني اتجوزنا عشان ما نتهزقش. ايه ارباب صوابع وارباب وبعدين تعالي هنا. انت اتحطيتي ايدك في جيب جاكيتتي وخدت الخاتم اللي في العلبه القطيفه؟ خدته. ميرسي يا حبيبي، شكله يجنن في ايديا. انت لبستيه كمان؟ لبسته، مش انت جايبهولي؟ ميرسي يا برهان. تعرف هو ده اللي خلاني اصالحك واسامحك. سامحيني ب 7000 جنيه؟ هو ب 7000 جنيه؟ لا مش بطال، يساوي. طب اقلعه ايه بقى؟ ليه اقلعه ليه؟ مش انت جايبهولي يا حبيبي، اقلعه ازاي؟ لا طبعا مش هقلعه. ايوه جايبهولك، امال يعني جايبه للسكرتيره؟ ازاي؟ ايه؟ تقولي ايه؟ قصدي يعني تفرق كده الهديه يا حياتي. تفرق في ايه؟ طبعا طبعا، لما جوزك عامل لك مفاجاه ومحضر لك مفاجاه ويديها لك بنفسه، شكلها يجنن، منظرها حلو، عن انك تمدي ايدك في جيب جوزك، ودي عاده سيئه وعيب. مش انت اللي تعمل كده، دي غلطه وانا هسامحك فيها. ضيعتي المفاجاه الحلوه، ما تخلينيش ازعل منك. ميرسي. حسي بجوزك اللي بيحبك. ميرسي ان انت سامحني. يا تفاحه عمري، يا برقوقه حياتي، يا خرشوفه مستقبلي. برهان لا الخاتم بقى، يا ريت عشان المشاعر الرقيقه دي تبقى بينا على طول. انت كده اقنعتني. يلا انا كده لا. يلا حبيبتي. حبيب قلبي انا اسفه، مش هعمل أيوة. كده تاني. لبسهولي انت زي الافلام. ها لبسهولي انت. غمضي عينيكي. هغمض. خلاص لسه. خلاص لسه. لا خلاص. هكا يا بروتا خلاص. فين فين الخاتم اللي انت جبتهولي؟ انا جبت خواتم. ده كشف مدينية كل واحد فيكم. ما تتخضوش، انا مش بوريكم الكشف عشان اطالبكم بفلوس، بالعكس انا هحذف من كل واحد فيكم 3000 جنيه، وده نصيبكم من ارباح العمليه اللي سافرتوا لها روما. عمليه؟ احنا ما عملناش حاجه. ايوه يا فندم، ده احنا بالعكس كل اللي عملناه اننا رحنا اتفسحنا ويعني جبنا شويه عينات. وانا ما كنتش عايز منكم اكتر من كده، وانتوا نفذتوا اللي انا قلت لكم عليه بالظبط، عشان كده لازم اكافئكم. استاذ برهان، ده شيك ممضي منك باسمي ب 3000 جنيه اهو. بختك. وده يا جمعة شيك برضو ممضي منك بنفس المبلغ. حي البي، حي البي يا واد، اشكره اشكره. ودلوقتي يا جماعة بقى نتكلم في المهم. في حد عرف انكم سافرتوا ايطاليا؟ حد مين؟ اي حد؟ لا يا فندم، مفيش غير مراتي ومرات برهان وحضرتك اللي قلت لهم. ايوه انا اضطريت اقول لهم لانهم كانوا في ثورة غير عادية، فاضطريت اقول لهم. بس قولوا لي، انتوا متاكدين انكم ما قلتوش لاي حد تاني؟ هو في حاجه حصلت يا فندم؟ ايوه يا برهان، في واحد بعت جواب للبوليس وقال فيه انكم جايبين معاكم ممنوعات. ممنوعات؟ ايوه. لا لا، هات لي اسمه، شوف مين ده سعاده البيه، وانا ارفع لك عليه قضيه يخرب بيته. هي يا فندم، هو احنا وش ذلك؟ هعرفه مسيري، هعرفه. بس المهم دلوقتي عايزكم تبقوا مستعدين للسفر لروما في اي وقت. ايطاليا؟ نابولي؟ ايوه، تاني وتالت ورابع. امال تصدير واستيراد ازاي؟ وعموما دي فرصه ليكم انكم تخلصوا الديون اللي عليكم. ايوه مظبوط. عندك حق، عندك حق. تحت امرك، تحت امرك، حتى لو الهند كمان نروح، فرصه هناك نشوف اميتاب بشناب. المهم مش عايز اي حد يعرف ولا ياخد خبر بحكايه السفر دي، لان الشغل اسرار. طبعا اطمن وحط في بطن حضرتك بطيخة صيفي. الو أسامة بيه؟ اهلا وسهلا، موضوع مهم؟ لا حاضر، مسافة السكة هكون عندك. لا ان شاء الله، مع السلامة. نيجي مع حضرتك؟ أنا مضطر أمشي يا جماعة، لأن في موضوع مهم جدا لازم أشوفه بنفسي. نيجي مع حضرتك. عن إذنكم. نيجي مع حضرتك علشان. نيجي مع حضرتك. هو بيكلم مين؟ زي ما بقول لك كده، ده يا دوبك حط السماعة وراح جري لأسامة جوز ريهام. تفتكر كان عاوزه في إيه؟ مش عارف.
ما اجي تجيبي سيره رؤوفنا، انا قلت لك على حكايه السفر دي، ده مصيني المساله سر. اخس عليك يا برهان، دي رابع مره تقول لي الكلام ده، انت ما بتثقش فيا؟ مش قصدي. خلاص يبقى الحاجه من اول مره تقولها لي تعرف انها سر. اذا كنت بتحبني صحيح بحبك، انا بموت فيكي. خلاص يبقى تنفذ اللي قلت لك عليه. قصدك حكايه ان راقب رؤوف دي؟ ايوه. ماجي انا مش فاهم انت مهتمه بالحكايه دي ليه؟ هتستفيدي ايه منها؟ هستفيد حاجات كتير، بس ما تسألش عنها دلوقتي، هتعرف كل حاجة في وقتها. ايه بس برضو يعني ها؟ قلنا ايه يا برهان؟ لو بتحبني بصحيح تثق فيا زي انا وبثق فيك، تنفذ اللي هقولك عليه من غير ما تناقشني. حاضر. حرق. راقبته لحد ما جه هنا. ها وحصل ايه؟ انا فضلت ملطوع قدام الفيلا لحد ما خرج من الفيلا وركب عربيته وراح بيها البوتيك بتاع مراته، ساب شنطه كبيره قوي وراح جاي على هنا. شنطه؟ الشنطه دي فيها ايه؟ الله اعلم. ازاي؟ ما انت لازم تعرف، انت مراتك مش بتشتغل في البوتيك؟ ايوه. اسالها. ايوه انا طبعا هسالها، بس كنت بقول يعني لحد احنا بقى مش صباح الخير. أستأذن أنا أصل عندي شغل. إيه هو في حاجة؟ هو أنت ما تجيش إلا لما يبقى الواحد مش عايز يشوف خلقتك يا أخي. أيوة وقت تاني، عذاب الإنسانية ها؟ ريت يا برهان يا أخويا يا ريت. أمال إيه؟ حماتي وحمايا رجعوا الشقة تاني، والمرة دي بقى مش هيمشوا ولا بالقوة الجبرية. أحسن صدقني أنا فرحان فيك عشان كل اللي بتعمله فيا ده. شوف الراجل الاصلي اللي مالوش صاحب، مروحه شارينها ب 50 جنيه، يبيعها لمراتي ب 500 جنيه، اشحال لو ما كناش احنا اللي شايلينها من هناك لحد هنا، اشحال لو ما كانش عارف تمنها الاصلي كان باعها بكام. يا حبيبي دي تجاره والتجاره شطاره. شطاره اه، لكن سرقه لا. حد كان غصب مراتك انها تشتريها بالثمن ده؟ المساله بسيطه، لو مش عاجباك ابقى رجعها وخد فلوسها. فلوسها اه، بس لو اشوفه بالبوكس في قفاه. حمدك يا رب. بس لو اشوفه. انا اسف يا جماعه الازعاج، بس مساله مهمه جدا. أيه. وكان لازم اخد المروحه. أيه. مروحه؟ ايوه. مش معقول اكون جايب عينه او ما بيعها ولو ب 1000 جنيه. الظاهر ان الظاهر ان مدام عايده فهمتني غلط لما سبت عندها الامانه وافتكرت اني هبيعها. هو في ايه؟ احنا مش فاهمين حاجه. ولا انا، الراجل انا بعت المروحه ب 500 جنيه واتجنن، انا افتكرته هيفرح. شفت احنا ظلمناه ازاي؟ انت يا برهان تعمل كده؟ ايه مش من حقي؟ لا، حق ولادك يا برهان. ولادك ليهم حق عليك زي ما انت ليك حقوق عليهم. ولاد عايزين ايه غير ان اربيهم واعلمهم واخرجهم؟ لا يا برهان، الابوه مش انك تربيهم وتعلمهم وتخرجهم وتجيب لهم لبس وشوكولاته وتفزعهم، الابوه انك تقعد معاهم يشوفوا منك الحنان والعطف والابوه. كفايه بقى لو سمحت. مش كفايه. بعدين عايده ذنبها ايه يا برهان؟ عايده ذنبها يعني ايه؟ عايده هي السبب يا جمعه. عايده هي اللي خلتني اعمل كده. عايده لو كانت وريتني يوم حلو في حياتي عمري ما كنت بصيت لغيرها. لو كانت سمعتني كلمة حلوة عمري ما سمعت غيرها. لمعلوماتك بقى عايدة هي السبب، هي اللي خلتني اروح لماجي واحبها. للدرجة دي يا برهان؟ اه للدرجة دي. صدقني يا جمعة، ماجي بقت حلم كبير بالنسبة لي، بقت امل حياتي. زي الرواية اللي انت بتكتبها دي. مش هي امل حياتك؟ ماجي بالنسبة لي امل حياتي. وهي بتحبك زي ما انت بتحبها؟ طبعا اكيد بتحبني زي ما بحبها. لا انت واهم. ماجي ما بتحبش الا نفسها. لا ما اسمحلكش بقى. ايوه ماجي صورة تبكي القص من رؤوف. ولعلمك انا همنعك من الجوازه دي وباي ثمن، انت فاهم ولا لا؟ مين ده اللي يمنعني؟ انت؟
انت عن ايه تمنعني؟ انا اللي همنعك. مش هتمنعني، مش حالق بقى. وانا كمان مش حالق. حسابي ايه؟ حساب ايه؟ مفيش حساب. صحيح يا ماجي، وافقت اننا نتجوز. مش دي رغبتك؟ رغبتي ده املي، ده حلمي. انا اصلي حسيت لحظه كده انك انت بخدعك. لا يا برهان، انا اكتشفت انك الانسان الوحيد اللي فعلا بيحبني، عشان كده لازم اكون لك لوحدك. بس انا مش عايزه حد يقول اني خربت بيتك. لا لا، انت مالكيش دعوه عايده. عايده دي كانت غلطه في حياتي ومش هتتكرر. خلاص يا برهان، يبقى نسافر سوا. بكره تحجز لنا على اول طياره وتستناني هنا الساعه 1 الظهر. واحده ايه؟ انا هصحى من الفجر. على فكره جمعه صاحبك اخباره ايه؟ ما بلاش سيرته بقى، انا بتنرفز لما تجيب سيرته. انا لو شفته هخنقه بعد اللي عمله فيك. خلاص يا برهان، المسامح كريم. شوف شوف قلبك الطيب، سامح كريم بعد اللي عمله ده؟ معلش يا برهان، انا مش عايزه اسافر واي حد زعلان مني. انا لازم اروح له واعتذر له. انت تعتذري لي يا ماجي بعد اللي كان عاوزه ده؟ معلش يا برهان، قلنا المسامح كريم. يا سلام عليك، يا سلام عليك وعلى طيبة قلبك. لو كان في ناس كتير طيبين زيك كده ما كانش في حد زعل من حد. هتسافر بكره. استاذ برهان. ايوه. ايه في ايه؟ ماجي. ماجي مالها؟ هي جت هنا؟ انت تعرف حاجه؟ انا لا ما اعرفش حاجه. مالها ماجي؟ ماجي اتقتلت يا استاذ برهان امبارح في نص الليل. اتقتلت؟ ماجي قلت لي تليفونك رن في نص الليل امبارح؟ ايوه. تعرفش مين اللي كلمك؟ لا ما اعرفش. حصل اني سمعت ضحكه في التليفون وبعد كده السكه اتقفلت. ما تعرفش الضحكه دي ضحكه مين؟ لا. ولا تعرفش ان كانت ضحكه حريمي ولا ضحكه رجالي؟ ما اعرفش، لكن باين ان هي ضحكه رجالي. وبعدين عملت ايه؟ الحاجه، لبست هدومي بسرعه وجيت على هنا. ليه؟ يعني ايه ليه؟ اللي يخليك تلبس هدومك نص الليل وتيجي الشركه لمجرد انك سمعت ضحكه من مجهول في التليفون. يعني كنت قلقان على الشركه. رؤوف انت ليك اعداء؟ لا اعداء ايه، انا راجل مسالم وماليش اي اعداء. كمل. بعدين جيت على هنا على طول ولقيت النور منور فاستغربت جدا. دخلت على مكتبي لقيت جمعه واقف جنب كرسي مكتبي ماسك السكينة متعصى دم، ماجي مقتولة ومرمية. هي السكينة دي؟ أيوة. وإيه اللي حصل بعد كده؟ هرب مني المجرم لأن مستغل الذهول اللي كان عندي. وبعد كده بلغت عنه؟ أيوة. رؤوف إيه اللي خلاك تتأخر الوقت ده كله عشان تبلغ عنه؟ يعني المفاجأة لخبطتني، ما بقتش عارف أعمل إيه. كان كل همي إني أروح ألاقي جمعة بأي طريقة وأستنجد بالكابتن أسامة. عشان تقبض عليه بنفسك؟ أيوه، عشان أقبض عليه بنفسي. يعني مش لأي سبب تاني؟ يعني إيه أي سبب تاني؟ معرفش، أنت أدرى. مفيش سبب تاني. وإيه اللي حصل في الفترة ديت؟ تقريباً رحت الجمعة في البيت أسأل عليه ما لقيتوش وبعد كده رحت بلغت الكابتن أسامة بكل حاجة. قتلوها، قتلوها سعادة البيت، قتلوها المجرمين. كنا هنتجوز. ماجي؟ 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 اهدى يا أستاذ برهان. سيد وكيل النيابة طالب الأستاذ برهان. حضرات القضاة، السادة المستشارين، إن المجرم الماسلي أمامكم مجرم غير عادي، مجرم صناعته سفك الدماء، وهو بجريمته الشنعاء لم يقتل نفسا واحدة بل قتل نفسين. قتل ماجي الحلوة الجميلة وقتلني، قتلني أنا أيضاً.
وإنني أطالب بتطبيق المادة 91 من قانون العقوبات التي تنص على أن كل من قتل نفسا مع سبق الإصرار والترصد يعاقب بالإعدام. ليه يا برهان؟ ليه حبيبي؟ ده بدل ما نحمد ربنا إنه خلصنا منها الغشاشة اللي كانت هتخرب بيتنا بقى أطالب بإعدامه برضو يا برهان؟ شنقا. خلاص وماله يا حبيبي؟ مش ده كان صاحبك؟ أنا ماليش أصحاب. مش صاحبي، فاهم يعني إيه مش صاحبي؟ لو كان صاحبي ما كانش قتلها. أنا ماليش أصحاب، أنا لو شفته هخنقه بإيدي دي. أنا عاوز الصراحة يا جمعة، أنت سامعني؟ هايو احكي لي على كل حاجة بالتفصيل. إحنا وصلنا لحد فين؟ لغاية ما ماجي جات للبيت واعتذرت لي انت بتبصيلي كده ليه؟ وبعدين قالت لي انها هتسيب المكتب. ليه؟ مش عارف. كمل. وبعدين قالت لي انها هتعمل فيا خدمة كبيرة قوي قبل ما تمشي، وانها عارفة ان رؤوف بيه واخد عليا شيكات بدون رصيد. انت بتبحلقلي كده ليه؟ وبعدين يا جمعة؟ وبعدين هي ادتني مفاتيح المكتب وقالت لي هتروح هناك هتلاقي الشيكات في درج مكتب رؤوف بيه. كمل. طلبت مني بقى ان انا اروح علشان اخدهم. قصدها عشان تسرقهم؟ لا، قصدها عشان اخدهم. وهو اللي ياخد حاجة مش بتاعته يبقى بيعمل ايه؟ عموما دي تهمة تانية نبقى نحقق فيها بعدين. ها؟ بعد ما ادتك المفاتيح عشان تروح تسرق الشيكات عملت ايه؟ هو بيحقق لي ليه؟ مبلوع يا فندم، البيل وكيل بيحقق جوه في القضية. هو جمع جوه؟ ايوه. ازيك يا وفاء؟ لا ما تعيطيش، ان شاء الله جمع هتظهر براءته. تظهر براءته ازاي يا ريهام؟ بعد ما كتبتوا عنه ان هو قاتل ومجرم وقلبتوا عليه الراي العام هتظهر ازاي؟ بعد ما دخلت مكتب ماجي عملت ايه؟ انا لقيت المكتب فاضي ولقيت مكتب رؤوف بيه منور، فترددت لحظه وكنت ماشي، وبعدين فجاه فتحت باب ودخلت لقيت ماجي قاعد على المكتب. استنى، اللي ودى ماجي للمكتب في الساعه دي؟ مش عارف. اعترف يا جمعه بالحقيقه. اعترف ايه؟ اعترف بحاجه اللي عملتهاش. انت جاي انت بصصت كده ليه؟ عايز مني ايه؟ اقعد يا جمعه. بص لي انا. ابص لك ليه وهو اللي بصص لي؟ قول لي يا جمعه، بعد ما دخلت ولقيت ماجي على المكتب عملت ايه؟ مش عارف. استاذ برهان ارتاح ارتاح انت، ان شاء الله كل حاجه تمام. اتفضل. شويش لو سمحت تقول لي البيوكيل النيابه الاستاذ برهان المحامي عاوز يقابله، موضوع خاص بمقتل السكرتيرة الحسناء. انت كذاب يا جمع. تقرير خبير البصمات بيقول ان السكينة معلهاش الا بصماتك انت، يعني انت الوحيد اللي مسك السكينة، تبقى انت القاتل. لا انا ما قتلتهاش. انت بتبصلي كده ليه؟ انت عايز مني ايه؟ ادخل. في واحد اسمه برهان المحامي عايز يقابل حضرتك بخصوص القضية. اتفضل. برهان اخويا حبيبي، اخويا انا اتمرمطت، جاي يدافع عني. برهان اخويا وصاحبي حبيبي محامي جاي يترافع عني. ما تقلقش يا جمعه. انت المحامي بتاعه؟ ايوه يا فندم، وجاي اطالب باعدامه. انا ما اعرفوش اللي قدامكم ده. سعاده البي مجرم سفاح قاتل، قتلها عشان كان بيغير مني، كانت بتحبني انا وما بتعبروش. هو لما اتهمته انه مؤلف فاشل وسبكه البي قرر يقتلها. راحت له يا قلبي، راحت له عشان تعتذر له يا سعاده البي. انما المجرم الخطير كان مدكن الجريمه وحاطط كل اجهزه الاجرام عنده، استناها لما جت. لذا فاني اطالب بتطبيق الماده 91 من قانون العقوبات التي تنص على ان كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الاصرار والترصد يعاقب بالاعدام. معقول؟
معقول برهان يعمل كده؟ يشهد على صاحبه؟ يلف حبل المشلقة حوالين رقبته؟ أنا مش مصدقة. بس تعرفي لو ما كانش جمعة قتلها كنت أنا قتلتها بنفسي. جمعة ما قتلهاش، ما قتلهاش. خلاص يا حبيبتي ما قتلهاش، ما قتلهاش، هي قتلت نفسها. أهي غارت في داهية. إحنا لازم نجيب له أكبر محامي. أه بس لو كنت بروح البوتيك كنت كلمت إن أنا أتكلم رؤوف يجيب له محامي. بس ما بروحش البوتيك اليومين دول، مش عايزة أسيب برهان وهو في الحالة دي. جاي هنا تعملي ايه؟ تجارلك ايه؟ الله اتفضلي بره، مش كفايه جوزك قتلها، عايزه انت كمان بره. برهان! الله الله وفاء. بصي اصل هو مش عارف يقول ايه. معلش. لا ده انت اتجننت رسمي، انت ازاي تطردها؟ كنت خلاص مسافر معاها وحضرنا التذاكر، كنت رايح للنعيم، رايح للسعاده، كنت هودع حياة البؤس. بؤس؟ انت بتسمي عيشتي معاك بؤس؟ انت فعلا كنت هتتجوزها وتسافر معاها؟ هتاريك هتتجنن انها اتقتلت. ايه؟ يا حبيبي يا خيبين، وحشني يا طعمي. كل ده عشان ماجي؟ شفتي الهنا اللي انا فيه؟ عرفاني بعد ما ماتت حتى. ان شاء الله ترمى يفرمها يا رب. ورحلت. السلام. ما راح اشوف ولادي، هما اللي باقيين لي. ساره قول لي يا برهان، هو صحيح كنتوا انت وماجي ناويين تسافروا بره وجهزتوا كل حاجه؟ كنا خلاص وضبنا امورنا وجهزنا نفسنا وحجزنا كنا هنطلع هواي انا وهي، ونعيش في هواي ونغرف في الحب. ماتت اخسار، راحت ومضت قطارة العمر. ما هو مين اللي قتلها؟ السفاح ابو طويلة المجرم. وش عرفك انه ابو طويلة هو اللي قتلها؟ ايوه انا عارف، هو طول عمره طويل ومجرم. ولو قلت لك انه جمعة ما قتلهاش ايه؟ وان ماجي ما كانش بتحبك. انت بتقولي ايه؟ دي الحقيقة يا برهان، ماجي كانت بتمثل عليك الحب وبتخدعك. لا مستحيل. ماجي كانت بتحب رؤوف ورؤوف بيحبها، والاتنين كانوا ناويين يتجوزوا. لا 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 لا، ماجي كانت بتحبني انا. لو مش مصدقني تقدر تسأل رؤوف. برهان عاوز ايه؟ انا مش عايز حاجة يا رؤوف بيه، انا بس جاي اقولك ان كل حاجة اتكشفت. حاجة ايه؟ كل حاجة بما فيهم حكاية ماجي. مالها ماجي يا برهان؟ مالها ماجي؟ بتقول مالها ماجي؟ مش حضرتك اللي خليتها تلعب اللعبة دي عليا؟ انت كنت فاكر ان واحدة زي ماجي تحب واحد هلفوت زيك؟ ظهر ان الناس ما بقاش عندها نظر اليومين دول. يعني انت اللي قلت لها تعمل كده؟ ايوه انا. واحب اقول لك ان ماجي ما حبتش في حياتها حد غيري ابدا، وحكايه جوازكو دي كانت تسليه بتشغل بيها وقتها، عشان كده قتلتها. انت بتقول ايه؟ اهدى بس يا سعاده البيه، احنا بنتفاهم، ما خلاص كل حاجه اتعرفت. المساله في الاول كانت تمثيل، وبعدين قلبت بجد لما عرفت انها بتحبني بحقيقي قمت قتلتها. انا قتلها عشان واحد زيك انت اكيد اتجننت. انا طول عمري عايز اي حد يحب ماجي عشان تبعد عني، وبعدين اللي قتلها ده واحد أذكى مني ومنك ومننا كلنا، واحد مش ظاهر في الصورة خالص. يعني مش جمعة اللي قتلها؟ برهان أخيرا يا حبيبي رجعت بيتك ومطرحك، عرفت بقى إن مفيش حد في الدنيا دي كلها بيحبك قدي. أنا عايدة مراتك حبيبتك، يلا عاملة لك كل الأكل اللي بتحبه. ماليش نفس. ماليش نفس ده إيه؟ احنا بس نقعد كده مع بعض واكلك بايديا وتاكلني بايديك ونفسك هتتفتح. الولاد فين؟ بيلعبوا تحت، نزلتهم. انا راجع من ساعة ما كانش في حد تحت. تلاقيهم هنا ولا هنا وانت ما خدتش بالك؟ هنا ولا هنا، الساعة 10 عايدة. ما هم كل يوم بيتأخروا كده من ساعة ما بطلوا يروحوا النادي. انا مش عارف، قلبي متوغش، انا هنزل ادور عليهم. Thank you.
برجعوش عايده؟ لا برجعوش. هو انت ما لقيتهمش؟ ده انا لفيت 100 مره حوالين البيت والشوارع اللي حوالينا. مصيبه لا يكون جرى لهم حاجه. مصيبتي انا هنزل اسال، هنزل ادور في الاقسام وفي المستشفيات. يا دي المصيبه السوداء. ولادي دلوقتي بس عرفت ليه كان بيدينا 1000 جنيه في الشهر، وليه كان خلينا لا نسال عن حاجه ولا نطلب نعرف اي حاجه وما نتكلمش في اي حاجه. دلوقتي بس عرفت انه كان عاوز 2 مغفلين يتحملوا المسؤوليه. شيء مؤلم انك تكون محامي وتقع في الخطا بصوره ساذجه للدرجه دي، في حين انك اول واحد يفهم مسؤوليه الحاجات دي. عامل ايه يا بيه؟ انا كنت عامل زي الطير المذبوح غريق بيتعلق بقشه. كنت فاكر ان رؤوف بيه ده هو المركب اللي هتوصلنا للبر التاني. طمع خلاني اعمى، خلاني اخاف حتى اقرا الورق اللي كان بيدهوني عشان امضيه. مرتب والوظيفه خلوني اعمى ما بشوفش. انا مش مهم اي حاجه عندي يا سعاده البيه. احبسوني، اسجنوني، قولوا عليا نصاب، قولوا عليا حرامي. انا المهم عندي حاجه واحده بس، يا ريت ترجعوا لي اولادي. كانت بتضحك عليا، كانت بتمثل عليا، كانت بتحبني بأمر رؤوف بيه. كلنا كنا بنمثل على بعض، رؤوف بيه بيمثل علينا، وباجي بتمثل عليك وبتمثل عليا، واحنا الاتنين بنمثل عليهم وبنمثل على نفسنا. وادي اخرتها، هي اتقتلت واحنا في السجن ورؤوف بيه بره. بس مصير الحق هيبان. ساعات افكر واقول لنفسي ان عايده هي السبب، لكن الحقيقه جوايا يا جمعه انا كمان طماع. عندي احلام ان ابقى غني، عندي فلوس كتير وعيش زي الناس اللي بتعيش، لكن حلم اللي بيحلم أحلام أكبر منه بيصحى على واقع مر قوي. شفت حالنا بقى ازاي يا جمعة؟ على رأي الشاعر اللي قال: كملنا ما كنا في حالنا قاعدين في وسط عيالنا. كملنا. سمعونا بنغني. بص يا مختار، سكينة تلاقيه ضحية راخر. ايوه ضحية، تلاقيه مغفل وهبل زينا، واحد ضحك عليه برضه واسمه رؤوف. نعم. لا مش انت. رؤوف هو. اهلا انت جيت في السويت بتاعنا. اهلا تعالى عند بابا. اقعد يا حبيبي، تعالى عند بابا وماما. اقعد يا رؤوف. فين الشماعة؟ لا مفيش شماعات. اقعد. فين يا حبيبي الدرع؟ انا مفيش. انا عايز اقول ايه يا رؤوف؟ انت ضيفنا. انت قاعد جنبنا؟ هتقعد جنبنا يا جبان؟ انا اسراري محدش يعرفها. انا لا اسمع لا ارى لا اتكلم. اللي يتكلم معايا وما يناقشنيش ما يسالنيش على اي حاجه. انتوا من بكره هتسافروا. طب اغير الدولار. لا ايطاليا. بهدلتنا وشحطتنا يا راجل. يعني ما لقيتش غيرنا احنا يا راجل في مليون المليون، ما لقيتش غير احنا الغلابه. انا راجل محامي محترم والتاني مفتش تموين محترم يا اخي. محترم يا اخي، يعني اعمل فيك ايه؟ محترم يا اخي، وانت كنت فاهم انها حدوم يا اخ، ما فيش حاجه بتدوم يا سيدي. ما انت ما جربتش الجوع والحرمان. لا جربته. ايه؟
قررت الحرمان سنين سنين طويلة، خوفي من الحرمان ده يرجع تاني. ولا خلاني أعمل كده، ولا خلاني أسرق وانصب. كنت عايز الفلوس تزيد وخوفي بيزيد. كنت كل مرة من خوفي أخلي الفلوس تكتر وتكتر وانصب واسرق. ليه؟ ليه يا أخي؟ أنا في ناس غلابة مش لاقية غير الجبنة والعيش وعايشة مبسوطة، ياما في ناس ما عندهمش هجمتين بيناموا عريانين لكن قلبهم دافي. ليه؟ كفاية 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 كفاية. ايه ده؟ ده مين؟ يمكن ابوك ايد ماما. انت وقتي، انت السبب وقتي، انت اللي خليتني اعتني رؤوف. انت السبب ليه؟ انت اللي خليتني اعتني الماجي يا رؤوف. مالك هو هذا الماجي؟ تعال انت ما عشانش ماجي. ايوه ده جاع ماجي. انت لعبت مجنون. قبضوا عليك يا علي. اشاويش اظن انتوا عرفتوا بالقبض على رؤوف ووجدي واعترفوا. ايوه، وبكده سقطت تهمه القتل عنك يا جمعه، وتهمه النصب والاحتيال عنكم انتوا الاثنين. بس مش معنى كده ان مسؤوليتكم الادبيه سقطت، لا بالعكس، تشجعتوا رؤوف وامثاله انهم يستغلكم اسوأ استغلال. لو كل واحد فيكم عمل اي حاجه وتورط في اي شيء مش هنقدر ان احنا نثبت براءته. الشر قوي والخير قوي، بس الخير يبقى اقوى لو لقى اللي هو يقف جنبه. احنا يا فندم مش ندمانين على اللي حصل، بالعكس ده درس كبير قوي لينا. هو صحيح درس قاسي، بس احنا برضو غلطنا غلطة كبيرة، ولازم الجزاء يكون من جنس العمل. من جنس ايه؟ العمل. هو باصص لمين؟ سعادة البيه، احنا كان لازم ناخد العقاب ده عشان نفوق لنفسنا ونمشي على قدنا. صدق الشاعر اللي قال اهل الهوى دائما وابدا مكتوب عليهم قلة الراحة. مين؟ اهو قال وخلاص. عشان كده انا اصدرت امر بالافراج عنكم، تقدروا تروحوا دلوقتي. الحمد لله على سلامتك يا حبيبي، نورت بيتك. وده بقى بيتي عايدة، من غير الولاد بيت. انا مش فاهم سابوني ليه، برؤوني من كل التهم ونسيوا اهم تهمة، ان انا ضيعت ولادي. حلقيهم يا برهان، ان شاء الله حلقيهم. سلم ايدك يا عايدة، سلم ايدك يا عايدة يا بنت ام عايدة. يا اختي فلة، برهان برهان برهان، تعالى شوف مراتك وشطارتها، شوف القمر اللي انا عامله لك. هتدعي لي؟ ايه ده عايدة؟ ده بلوفر، لا شرز، سويتر. انت شوف ناقصك ايه واعمله. وبصراحة انا ناقصني جزمة. عليك يا برهورة، لسه بقراها اهي اهي. ايه اهي؟ ايه دي؟ الحادثة نفس اللي حصل. ايه؟ محامي زميلنا بس درعاش في كوالا لامبور، عملت له مراته حاجة زي كده. قتلها؟ لا، ادها شاي بالبلهارسيا. انت يا ولد عايدة، في رقة، في رقة، مفيش شتيمة يا أولاد. أولاد يا أشقية، يا عكروتيين، يا عكريت، هقتلكوا بعد ما يخرج. نعم عايدة. أفندم عايدة. اسكت أفندم. عايدة أفندم، روح اعمل لنا شاي، اجري أرجوك. اقعدي بعيد عنه. اتفضلي. طيب اتفضلي. أستاذ برهان، أنا جاي أطلب منك تدافع عن رؤوف في المحكمة. أدافع عنه؟ أنا عارفة هو قد إيه أذاك أنت وجمعة،
وقد ايه تسبب لكم في ألم، لكن انا عارفه ان قلبك ابيض وهتسامحه، وانت احسن واحد يفهم ظروف رؤوف ويقدر يدافع عنه. رؤوف انسان زي اي انسان عنده طموح، مين فينا ما تمناش يبقى غني وعنده فلوس ويمتلك كل شيء؟ وان كان رؤوف غلط، مين فينا ما غلطش؟ فلوس، كل الناس بتفتكر ان سعادتها الحقيقيه في الفلوس، ولما بتيجي الفلوس بيكتشف على انها على قد ما جابت على قد ما خدت، خدت من راحتهم ومن سعادتهم الحقيقيه. علشان كده انت لازم تدافع عن رؤوف. انا قررت اني ابيع البوتيك وادي لك فلوس عشان تدافع بيها عن رؤوف بعد المحكمه ما فرضت الحراسه على كل امواله. استاذ برهان، انا حامل وابن رؤوف لازم يخرج للدنيا يلاقي نفسه في حضن ابوه. خير يا ولد؟ في ايه يا عمرو؟ الحق ماما بسرعه، الحق ماما بسرعه. ماما مالها؟ اتخانقت مع عم الجزار. كوارع الجزار؟ اه. ضربها؟ لا، دي هي اللي ضربته. ضربته؟ اه، راحت ماسكاه، راحت مديه سيف في دماغه، راح وقع على الارض. الله الله الله. شريطه وعلقته في البتاع اللي بي لا لحم. اه، وفين يوجعك وفين يوجعك وفين يوجعك وفين يوجعك. ودلوقتي راحت القسم. ماما في القسم يا ماما. عايده في القسم؟ اه حبيبتي عايده. طب وكوارع الجزار؟ جت الاسعاف شريطه ما بينطقش. ما بينطقش؟ اه طبعا، حطيته في الخطاف طبعا. ما النهار مش فايد، دي جنايه يا اولاد، يعني فيها 3 سنين على الاقل. يا ماما انت في الحسم. ايوه الحقها الحقها. طيب الحقها الحقها ازاي يا اولاد؟ لازم محامي، لازم نجيب محامي. نجيب مين؟ تجيب مين يا برهان؟ تجيب مين يا برهان؟ تجيب مين يا برهان لعايده؟ رزقها بقى.